الوقا او لكم لا ترى الا النور مع برنامجنا من خلال خدمات فقراتنا. انا زي في كلامنا اليوم النور لطفي توحشت تقدم معك لك وحشة ايضا ولكل مشاهدينا. اكيد صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام متتبعين قناة الشروق تي في واوفياء برنامجنا الصباحي برنامج صباح الشروق. اذا راح نكون معكم وكالعادة ساعتين ونصف من الزمن حتى العشرة ونص. نقول لكم ما تروحوش بعيد لو خارج او متوجه الى العمل نقول له ربي يعاونك ان شاء الله. سوق بلاقل ولا رايحين يقراو التلاميذ الطلاب نقول لهم ربي يعاونكم ان شاء الله وربي ينجحكم ولا نستقهوا ويشوفوا فينا ويشوفوا في قناتنا. نقول لكم ما تبدلوش بزاف ولا ما تروحوش بعيد ما تبدلوش القناه و صحة قيوتكم وان شاء الله يا ربي نجوزوا ساعتين ونصف من الزمن يعني حلوين باتصالاتكم طبعا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. ساعتين ونصف كلها فائده وافاده وان شاء الله تستفادوا معنا وكل ما اخترناه لنهار اليوم. عندنا العديد والكثير من المواضيع راح نعدوها مع بعض كما عودناكم. هناك فقرات قاره وهناك ضيوف مميزين في كل مره يتغيروا وتغير كل الفعاليات والاحداث. اولى خدمات ستكون بعض الحركات الرياضيه تابعوا مع بعض من بعد ولا نعود. تفضل صباح عليكم مشاهدينا الكرام. دائما مرحبا بكم في حصه صباح الشروق مع الكوتش تاعكم منير بوشاويد دائما فاعل سترونج بودي. اليوم الحصه تاع اليوم راح تكون مرحبا بكم في حصه صباح الشروق مع الكوتش تاعكم منير بوشاويد دائما فاعل سترونج بودي. اليوم الحصه تاع اليوم راح تكون خصيصا للاسفل راح نخدموا فيها بوكو بلوس لي جون فيسي سي دي زيرسيس تقدروا تكونوا تعرفوهم مي وشنو راح نخدموهم افيك دي كومبينيزون اللي راح تشوفوهم دوكا. ما تسحقوا والو اليوم تسحقوا الجسم تاعكم برك وتسحقوا قرعه ما بيان سور. الو قبل ما نبداو عن التمارين تاعنا واش لازم لنا راكم على بالكم لازم لنا لي شوفمون ديالنا. يلا نبداو بالعقلنا ومارش سي بلاس ناكتيفي لي برا ديالي جي انسبير جي اكسبير نسي هنايا باش خلينا نقولوا باش نسخنوا شويه العضلات تاع الارجل تاعنا. واش نديروا نطلعوا بالعقل ناجيكو ونحس لي جون ديالي يبداو يتزيروا بالعقل. يعني واش نديروا نزيدوا نطلعوا شويه الحركات تاعنا اليفاسيون جولو نطلع بالعقل. كنحس روحي على دوكا واش ندير ولا نروحوا للتمرين الثاني اللي هو الثاني باش نشوف فيه به بيان لهنا لي طالون فاس ولا لي كور لهنايا كور تاع لي جومب هنا. كنحس روحي على واش ندير نهبط ان بو بلو با هنا نفلاشي لي جومب ديالي ونطلع طالون فاس هنا بالعقل. كنحس روحي على واش ندير نزيد نهبط اكثر فوالا. واش ندير نروحو للتمرين الاخر باش نشوف فيه به بيان ثاني سي لي فونت ديناميك هنا نكتيفي لي برا ديالي. هذا سي جوست لي شوف مو ليكيب باش ندخلو من بعد في التمارين اللي هما راهم في الحصه ديالنا. هايدا نكونو كملنا لي شوف مو ديالنا. انا راني بيان شوفي راني واجد اذا راكم واجدين يلاه نبداو التمرين. الاول واش راح يكون فيه راح يكونو فيه لي فونت مي فونت افيك جونو. واش ندير في الوضعيه اللي راني فيها لي جون ديالي هامي الاج دو ديونش واش ندير راح ندير خطوه للامام هنا ا ونهبط لا جون اريير بو لو سول ونعاود نطلعها للفوق للاعلى نعاود نهبط ونعاود نولي وندير رجل الاخرى ا دو وا اكات راح نديكومبوزي لو موفمون ولا راح نقسم الموفمون باش تبعوني مليح. واش ندير تبعوا معايا خطوه للامام رجل اللي تكون في الخلف تهبط للارض ونعاود نطلعها للاعلى نعاود نهبط للارض ونعاود نولي نقلبوا لوتر جون نفس الشيء 1 2 3 4 هذا التمرين راح نديرو 10 خطرات الرجل اليمنى 10 خطرات الرجل اليسرى مده ولا اربع مجموعات. هذا بالنسبه للتمرين الاول. نروح للتمرين الثاني راح نخدموا فيه خلينا نقولوا سكوات مي وشنو يونيلاتيرال راح نخدموا جهه بجهه. واش ندير تبعوا معايا مليح هذا الرجل راح نطلعها نحط البوان دي بي ديالي برك يعني باش يكون كومان سيبور اوكي مي وشنو هاد لا جونب هي اللي راح نهبط بها نهبط هنا دو مي سكوات معليش 1 2 3 4 5 انا راح نحبس في خمسه لكن انتم راح تكملوا حتى عندكم 10 خطرات اليمين 10 خطرات اليسار. يعني نروح نوريكم باش نخدموا لوف كوتي واش ندير هاي لك شوف هذه راح تكون سيبور برك يعني حطها ابان لي بوان دي في برك ديالي صح كاع هذه اللي راح نهبط عليها نهبط هنا 1 دو مي سكوات هو لا سكوات كومبلي يقدر معليش 1 2
كات كيما نشوفو واش ندير توجور في سي تي اي هو اللي نطبعو فير لاريير ايفر لوبا هنا نفس الشيء نفس المجموعات اربع مجموعات 10 اليمين و10 اليسار هذا كان بالنسبه للتمرين الثاني نروحوا للتمرين الثالث واش راح يكون فيه راح يكونوا فيه لي سكوات اكسترا لارج واش ندير هنا لي بون ديفي راح يكونوا ليكستيريور واش ندير ان بو بلو لارج على لارج ديبول ولا بلو على لارج دي اونش الاولى درنا سيري هذا حيكون اكسترا لارج ونسي نهبط هنا او ماكسيموم واش نقدر نعاون نطلع 1 2 كيما راني نشوف توجور في سي تي اي هو اللي يروح للخلف 2 4 هذا كان بالنسبه للتمرين الثالث نفس المجموعات نفس العدد الناس اللي تقدر الناس ما تقدرش ماشي لازم نفتح بزاف وماشي لازم نهبط بزاف يعني نقدر نفتح شويه بك ليسونسيال تكون ان بو بلو لارج على لي اونج ديالي ونهبط هنا بك داخل 1 2 2 سكوات هذا بالنسبه للناس اللي يكون عندهم وزن زائد ما ننساش لا ريسبيراسيون ديالي توجو نزير لو فونت ديالي باش يكون يساعدني في الحركات اللي نخدم فيها ولا بوتخين ديالي تكون اوت هذا بالنسبه للتمرين الثالث يبقى لنا التمرين الرابع واش راح نديروا فيه راح يكونوا فيه سكوات سيري يكون زعما خلينا نقولوا على حساب النيفو تاع لاج دي اونج واش ندير راح نهبط هنا سكوات 1 وكي نطلع ندير ليليفاسيون تاع لا جوم ديالي هنا نعاود نهبط ونروح العكس 2 هذا التمرين الناس يقدروا يخدموه الناس ما يقدروش يخدموه نقدر نحكم في حيط ولا نحكم في كاش بيلي في الدار ولا باش نحكم ليكيليبر ديالي انا سهل اني قدرت نخدم هنايا ونطلع ونحكم ليكيليبر كاين ناس ما تقدرش تحكم ليكيليبر واش ندير نحكم شي حاجه لهنايا اكزومبل انا حاكم هنا نهبط ونطلع باش يكون عندي ليكيليبر باش نخدم ليليفاسيون تاع لا جومب ديالي هنا هذا كان بالنسبه للتمرين الاخير في الحصه تاعنا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه تاع اليوم اللي قصنا فيها خلينا نقولوا للجوم ديالنا كاع لي زون ان بو بارتو واش نديروا لازم نتوما تنطبقوها معايا في الدار وتريحوا معنا مبروشين في الحصه تاعكم حصه صباح الشروق مع الكوتش تاعكم منير بوشاوي الا كان في تساؤلات ولا تقدروا تتواصلوا معنا على صفحه انستغرام منير بوشاوي يبقى على خير السلام إذن مشاهدينا كانت هذه بعض الحركات الرياضية اللي قدمهم لنا الكوتش منير بوشاوي اللي نشكروه طبعا على هذا النشاط والحيوية اللي قدمهم لنا في كل مرة وفي كل صباح باش نفيدكم أكثر مشاهدينا الكرام عندنا ثاني أخبار راح نفيدوا بهم مشاهدينا لطفي وقبل ما نمروا للإحصائيات كنا تكلمنا أنا ولطفي في الكواليس على القناع صح والرياضه والرياضه وعلاقته مع الرياضه ومع فتح المنتزهات والفضاءات المفتوحه عاد رجع الشباب الى حياتهم الطبيعيه خصوصا اللي متعودين يمارسوا حركات رياضيه في الخارج او حتى داخل القاعات المغلقه لكن ما ننساوش نتقيدوا بكل التدابير الامنيه لانه مازال فيه جائحه كورونا مازالها مسيطره على العالم بما فيها الجزائر كل الفضاءات اللي فيها زحمه سير وفيها مجموعه من الناس لازم تكون فيه الاحتياطات الواجب اتخاذها من تباعد اجتماعي ووضع الكمامات اللي صار شيء ضروري جدا وصلنا حتى داخل القاعات القاعات الرياضيه نلقاو اشخاص يديروا كمامات لكن وضع الكمامة داخل قاعة رياضية هل يسبب خطر أم لا؟ هذا واش داروا دراسة لطفي وحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية اللي كانت بحثت في هذا الموضوع اللي رانا نتحدثوا عليه وقالت هل الكمامة تقدر تخلي الإنسان يمارس الرياضة كما كان مقبل يعني بالنسبة للتنفس إلى غير ذلك والنشاط يكون أكثر ولا لا لا ولا راح تسبب خطورة عليه كما سبقت وقلت لطفي إذا الصحيفة قالت إن النتائج الأولية لدراسة علمية جديدة تشير إلى أن أقنعة الوجه الطبية يمكن ارتداؤها بأمان أثناء التمارين الرياضية المكثفة وأن ذلك يمكن أن يقلل من خطر انتشار فيروس كورونا في الصالات الرياضية الداخلية يعني الصالات الرياضية اللي يديروا فيهم الرياضة الداخل كما نقولوا حنايا اللي فيهم لي ماشين إلى غير ذلك قاعات المغلقة قاعات المغلقة وما تأثرش على عملية التنفس جوستومون لطفي دراسة أجراها علماء من جامعة ميلانو الإيطالية في المدينة نفسها كان قالوا عملوا من خلال هذا الاختبار أو من خلال هذه الدراسة على اختبار معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستوى
مستويات الأكسجين لجثة نساء ورجال أثناء خوض التمارينات على دراجات رياضية مع ارتداء القناع الطبي وبدونه، يعني داروا الاختبارات على الاثنين. نتائج جاءت وفق هذه الورقة العلمية اللي نشرتها دورية أوروبيان ريسبيراتوري جورنال الطبية المحكمة، لتشير إلى أن ارتداء القناع قلص من قدرة المشاركين على أداء التمارينات المكثفة بنحو 10% فقط. يعني ماشي بزاف. ماشي بزاف، ربما لأنهم وجدوا بعض الصعوبة القليلة في التنفس كما قلت من خلال القناع. من جانبه قلل الدكتور أو أكد الدكتور ماسيمو مابيلي طبيب القلب في مركز مونزينو الطبي في ميلانو، أكد أن ذلك يشير إلى عدم وجود مخاطر على الأشخاص الأصحاء الذين يمارسون التمارين. إذا الناس اللي يعانوا من مشاكل ربما ضيق تنفس وقلب يأثر شوية. هذه الدراسة حول الناس لمرض بالقلب إلى غير ذلك، قالوا بلي أن الدراسة مازالها متواصلة فيما يخص هاد الأشخاص لمرض بالقلب وصعوبة في التنفس. قالوا أنهم القناع يقدر ما يخليهمش يمارسوا الرياضة بشكل صحيح وسهل كما كانوا فيما قبل. لكن احنا أرقامنا التليفونيات خلينا نتفاعلوا مباشرة مع مشاهدينا. أول اتصال معنا لهذا الصباح نقول ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. يا صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير أخ لطفي، صباح الخير إكرام عليكم. صباح الخير وشرعتي. لي الشرف أني نحكم والله صافا الحمد لله أنتم لاباس. الحمد لله كل الشرف لينا كي نسمع أصواتكم. عايشك ربي يحفظكم لينا، فالشرف ثاني يا البراء والله. تعرف كلمه كي حكمتكم مصباح اليوم صبحت عليكم قلت باذن الله اليوم لازم نحكم. ان شاء الله الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك، ان شاء الله ما تكونش اخر مره. معك ام اركان من ولايه الطيف. يا اهلا وسهلا بك باركان وكل الطيف. عايشك ربي يحفظكم والله نحبوكم، والله نحبوكم في الله، نحبكم الجنه ان شاء الله يا رب. عايشك يا ربي. قولي لنا شحال في عمر اركان؟ شحال في عمر اركان؟ اركان عنده عامين ونص. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك ربي يشدهو لك ان شاء الله. اسم جميل، شكون اللي سماه؟ سماه والله غير الاب تاعو. ما شاء الله ذواقه عنده ذوقه. أيوة ما شاء الله ما شاء الله، يتربى في عزكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يخليه لكم ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. تعيشي تعيشي حبيبتي. قولي لنا داريه تبعي البرنامج تاعنا متابعه وفيه يوميا شروق على التلفزيون تاعي ما نخفيهاش، سواء في رمضان في العيد في اي موت شروق فيها في داري. الله يبارك ديما هاني عايشه معايا. محظوظين بك محظوظين بك. عايشك ربي ينوركم ان شاء الله، وشكرا على المعلومات راكم ديروهم وعلى الطبخ. نشكر ثاني الاخر شيف حسين الله يبارك ما شاء الله، وراني من متتبعين بزاف الشيف حسين. وانقطع الاتصال للاسف، يعني ما بعرفش اذا كان هذا من سوء حظه شيف حسين اول ما بداوا يشكروا فيه راح الاتصال. سفير مطبخنا، تحيه لكل الاشخاص اللي تفاعلوا ويتواصلوا معنا، ونعتز كثير ونفتخر بهذه الشهادات اللي تكون اضافه لكل برنامج صباح الشروق بما فيه من فريق اعداد وفريق تقني. اجمل واحلى صباح لكل شخص نبيل عنده شعور راقي تجاه برنامجنا الصباحي الخدماتي بامتياز صباح الشروق. تميزنا في فقراتنا ومحطاتنا وخبريتنا المتنوعه التي نفيد من خلالها احلى جمهور بحديث الصباح، وفقره من فقرات ايضا اللي قدمها الاستاذ حمزه جزار يحدثنا عن الامم السابقه من أولياء صالحون وأيضا عباد زاهدون. راح نتعرفوا على شخصية جريح العابد أحد هؤلاء الصالحون الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على أيديهم الكرامات. لكن قبل ذلك، قبل ما ينضم إلينا حمزة جزار، راح تنضم إكرام للشيف حسين لاستعراض مطبخنا الصباحي لنهار اليوم. إذن مشاهدينا نروحوا للشيف حسين ونشوفوا وش حضرنا الأطباق لنهار اليوم. صباح الخير شيف حسين. صباح الخير إكرام. صباح النور. صباح المشاهدين اللي مشوفين هذا الصباح. لاباس. لاباس الحمد لله. أنا نشوف منها صحي ومليكة شوكولا. كلش صحي يعني إن شاء الله. يعني إن شاء الله. يعني أطباق كما نقولوا هنا سهلة سهلة في التحضير. مكوناتها بسيطة يعني. واللي يقدروا ياكلوها الأطفال سيغتو باسكو الناس لما يتبعوا فينا الأولياء. أولياء. يقولوا لنا بزاف الأطباق يعني اللي يحبوهم الأطفال نشاهدوهم في البرنامج الحمد لله يا ربي. يعني شيف حسين راكم كفي وموفي كما يقولوا. أكثر شيء احنا نبازيو على الأطفال أوتوماتيكمون باسكو لأنه الأطفال يعني احنا
مع الموسم دوك الدراسه يعني معروف وكانوا غير كما كملوا الاختبارات اختبارات كانوا في صراع فيديو دونك لازم ياكلوا باش يكون كاين تركيز اكثر. لا بدي يركزوا اكثر ان شاء الله. حنا جبنا لهم اليوم مكونات يعني خفيفه واطباق سهله كما اليوم راح نديروا لونتخي هذه. لونتخي هذا راح نديروه بالبيض يعني بيض محشي يعني راح يعجب المشاهد ان شاء الله يعني على بطريقه يعني سهله وصحيه. داكو. مكوناتها بسيطه يعني ثاني موجوده في كل بيت كما راح نديروا بالروز ونديروا بالخضر هادو. وحنا نعرفوا اللي ما يحبوش خضر مي حنايا بازين عليه كولال على الالوان يعني. نعم. باش تكون كاينه اتيرونس يعني باش يشوفوها يحبوا ياكلوها. قبل ما نكملوا برك في المقادير نعم. شيف حسين نستقبلوا ثاني مكالمه لنهار اليوم ونقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور والفل والياسمين. اخن اختي كاظم وش رايكي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحمد لله هذا من قسنطينه. شكون معنا؟ من قسنطينه شكون معنا؟ شحال من مره ما نعيط لكم ما حشمتكمش اليوم وصلني الشرف باش حكيت معكم. الشرف لينا ما عليكش ما عليكمش ناس قسنطينه. لا بس يعيشك وانت ما عليكمش. الحمد لله ربي يهنيك كي نسمع اصواتكم نقولوا ملاح. البرنامج تحبوا كل الفقرات؟ نحبوهم والله نتبعهم. تعلموا عندي انشغالات بصح والله نحب الفقرات تاعكم بكل. ان شاء الله ما يكونوش كل شيء يتعبكم. راح تلقوا الراحه من خلال ربما الافاده بحضور العديد والكثير من الاخصائيين في مختلف المجالات. وعندنا شيف حسين سفير المطبخ اللي في كل مره عودنا يدير لنا طبخات حتى المطبخ او الاكل القسنطيني عنده نصيبه في البرنامج تاعنا. والله نحب الاكلات وساعة مره على مره هو شيف ليلى مجرب اكلات تاعهم يعجبوني بزاف. وينتحوا لك. اخلط في معليش نفوق في الشيف حسين. تفضلي. او معك تفضلي راه معك شيف حسين. اهلا صباح الخير. صباح النهار. شاف حبيت نسقسيك برك تعيش عندي وصفه تاع الخبز تاع الدار اللي نديرو حنا تاع قسنطينه ما تنجحليش الوصفه بزاف بزاف عندي ديما نخدم معاك ما تنجحليش. واش هي؟ الخبز تاع الدار تاع قسنطينه. خبز الدار الكسره هذيك الرخسيس ولا لا؟ خبز يجي بالسميد. الخبز اللي يجي بالسميد. الخبز يجي بالسميد. في واش من مكونات اللي ديري انت في يعني في العجينه تاعك؟ العجينه حنايا عندنا نديروا له شويه خميره اسمها خميره الخبز ملح مغرفة سكر وعندنا معاه مغرفة تاع حليب نحدة. ونعجنوه بالتقطيع هكا بالتقطيع نعجنوه ونسقيوه وكيما نقولوا هاي خمر على خطرتين. هو يخمر خطرتين معروف نعم لكن بالك ممكن الحليب تجمعي في المدافي نص المدافي هي. ايه هو لازم المدافي وهي احسن شيء. هي احسن شيء تشد سي كيفاش الخميره اول شيء يعني ديريها بالمدافي تخليها تتفاعل هي الاولى ومن بعد تبدا ترمي في يعني في المواد الجافه هي اللي هي الفرينه ولا السميد كما قلتي انت ديري بالسميد بون تخلطيهم وتخليهم يزيدوا يرتاحوا يعني تقدري تخليه يخمر اون طروا فوا يعني في ثلاث مرات. هي لي بيسور ما يطلعلكش بزاف هكذا صحيح ما يطلعليش يطلع ومن بعد يهبط. اي بالك تحلي عليه الفور. لا لا ما نعرف كنت حاولت بالك من الوصفه تاعي كما نقول راك عاد نحطها في الكويزين. خلاص ان شاء الله لازم ان شاء الله تحبين نجربوه. نجربوه لا ماشي مشكل حابين نعاود نديروا نهار نخصوا نهار ان شاء الله ونديروا الخبز القسنطيني خبز الدار السميد. احنا درنا يعني درنا يعني انواع تاع خبز كثيره يعني وصفات. شفت الوصفات اللي درتوهم ما حبيتش ذاك حنا نمشيو نديروه مع رمضان مع شوبه خريف تاعنا. صح خلاص ان شاء الله. يدك طيابه يدك طيابه ولا غير الخبز اللي ما ينجحش معك؟ يدي طيابه صح قلت بالك قلت بالك يدك ماشي طيابه. لا لا الحال طيب. الله يبارك. لا المراه قسنطينيه ما شاء الله عليها معروفه لانه الخبز الخبز معروف خبز فيها سلام كبير ليها. تحيه كبيره لايمان اكيد يتشاهد فينا. سمعتي شفتي كرام كفات وكفات ايضا. تعيشي حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله. عايشك شكرا على المواضيع كامل اللي تقدموهم لنا راكم في القمه الله يسلمك في العالميه كما نقولوها حنايا عندنا. تعيشي شكرا لك. كنت ثاني شكرا على الاتصال شكرا على المتابعه تاعك وبقاي وفيه. عفوا ان شاء الله ان شاء الله راح نخصوا لك نهار تاع الخبز القسنطيني اقعدي تبعينا باش تشوفي الوصفه ان شاء الله. شكرا شاف وشكرا الاخ لطفي الاخت اكرام يعطيك الله يحفظك. شكرا لك شكرا لك تحيه لك وكامل عائلتك. شكرا.
نكملوا إكرام؟ نكملوا لطفي مع شيف حسين، وكنا نهضروا على لونتخي تاعنا تاع لونتخي اللي قلنا راح نديروا بيض محشي بالروز هذايا والخضار، والطبق الرئيسي اليوم راح نديروا لي زيبيناغ رولي، يعني هو السلق معروف يعني متواجد في كل السوق في المنازل تلقى بزاف يجيبوه بصح كل واحد كيفاش يوظفوا في اكلاته، كاين يديروا هكذا يقصوا البيض عادي، اليوم راح ندير لهم طريقه جديده ان شاء الله تعجب المشاهدين، وما فيش يعني مكونات كثيره، يعني مكونات تاعو سهله جدا، لانه عندنا السلق، عندنا فارينه، وعندنا فروماج طاختيني هذا، يعني فروماج بلون هذا طاختيني، وانا هذا جبته بنكهه الثوم، يعني متواجد في الاسواق ثاني كاين انواع نعم، وعندي البيض هنايا هذا الطبق الرئيسي اللي راح نحضروه اليوم. ونروحوا للتحليه تاعنا، التحليه تاعنا راح ندير لهم ميني غولي عفوا ميني كروكي، كروكي كيما نقولوا حنا نعرفوا الكروكي تاعنا، الكروكي اللي معروف هو فيه مكوناته يعني كثيره، ومام المقادير تاع الكروكي معروفه، يعني صح. فيها بزاف لي زانغريديون، مثلا كيما البيض بط كان كنحبوا نحضروا كميه شويه يعني في الدار نخبوها، البيض يلحق حتى ال 15 نحبه نحبه نعم، والسكر وفيه الزيت ثاني، ونحبوه بزاف ثاني الكروكي باسكو القهوه وبيه بزاف نعم. قهوه حليب مالاشيه ثاني ومع الصباح نعم. وبذكر شاف بذكر الكروكي، وبما انه اتصلت بنا متصله من قسنطينه، قسنطينه عندهم كروكي سبيسيال نعم نعم صح. عندهم كروكي تاعهم يعني خاص، ولانه هو شوفي كروكي تاعهم وصفه يعني تقريبا تشبه الوصفه العاديه اللي نديروها، لكن هما في الطهي تاعهم عندهم فرق، يعني انه هما الكروكي كي يخرجوه من الفور يديروها يطيبوه حربوش كبير طويل، ومن بعد كي يقطعوه يزيدوا يعاودوا يقلبوه على الجناب تاعو ويعاودوا يجي يدخلوه الفرن، يعني طيب يجي يقرمش بزاف يجي يجي نعم، هذا هو السر تاع الكروكي تاع قسنطينه نعم، جارتنا طيبوا هكذاك، جارتنا ابتسام اللي نوجه لها تحيه بالمناسبه، طيب الكروكي كيما راك تقول سوا سوا، وين نشوف علاش يجي يقرمش بزاف، يجي كاع محمر كاع يجي محمر صح، يجي كاع محمر نعم، يجي محمر يعاودوا يقلبوا يعاودوا يزيدوا يطيبوا ان دوزيام فوا، ما يطيبوش ان فوا برك نعم، هما ديجا معروفين ثاني اطباق تاعهم يعني ما شاء الله صح، اطباق قسنطينيه انا نموت عليها بزاف بنينه قلنا هذا الميني كروكي هذا راح يعجب بزاف الاطفال اللي هذه كاروكي يعني السير كاع، لانه باش راح نغلفوه بالشوكولا، لا اضافه تاع الشوكولا نغلفوه بالشوكولا ونعطوا له واحد اللون هكذا ثاني شباب في الاخر، يجي شغل رولي، احنا ماشي كيما الكروكي نعرفوا نديروا حربوش، هذا ثاني يجي حربوش لكن يجي غولي، راح نديروا على زوج الوان، يعني راح ندير اللون البني واللون الابيض اللي هو هذه العجينه بالنسبه لنا نعم، وراح نغلفوا بعد بالشوكولا، والمقادير تاعو سهله جدا عندي هنايا، نبداو به باسكو راح نبداو به باش نبدا نوجدوا. زدت بالك برك اسمح لي شيف حسين، هذا الكاوكاو هذا كوكو مقرمش يعني هذا زيدو في العجينه ولا حمسناه في الفرن ونرحيوه، يكون كونكاسي هكذا ما يكونش يعني بودره، يكون مرحي يعني يبان حبه فتات كما في حبيبات نعم. هنا قلنا في المقادير تاع الكروكي هذا اللي راح نديروا اليوم، ما نيفيتيو الزيت والبيض بزاف، هنا عندي حبه بيض وصفار، يعني هي نورمالمون حبه ونص نعم، ونقدروا نكبروا حبه كامله مع صفار وحده نعم، هنايا يعني نقدروا نضعفوا الكميه، نقدروا نديروا مثلا اذا درنا ثلاث حبات هم باين نديروا ثلاث حبات نضعفوا كاع المكونات اللي عندنا، هنا عندي قلنا حبه وصفار بيض نعم، عندي نحبوا نديروا نضعفوا الكميه شيف حسين، كيفاش يكون البيض كامل ما نحبش البياض البيض كامل نعم، اذا كان حبينا نضعفوها مي ما نقدروش هنا نديروا زوج حبات، هنا كون نديروا زوج حبات يولوا سوائل اكثر، يعني يزيد شويه، لان راح نديروا معها زبده، هذه هنا يعني زبده 70 غرام تاع زبده، يعني تقدري تقولي زوج مغارف كبار معمرين، حنا كي نحكموا كي نقولوا معمرين ماشي ممسوحين، بس كاين مرات كي نقولوا حنايا نديروا ملعقه كبيره ممسوحه هذه لا هذه مغرفه تكون معمره يعني عاليه يعني طالعه تكون بومبي نعم، وعندنا هنايا شكر فاني وعندي هنايا حوالي مغرفه ونص تاع سكر يعني كريستاليزي سكر عادي، وعندي هنايا ملعقه كاكاو. كبيره تاع كاكاو اللي راح نلون بها العجينه نعم، وعندي هنايا 200 غرام تاع فارينه اللي هي حوالي كاس ونص اللي نعبروا به البونسا هذه الكاس اللي ما قدرتش نلبيها شيف حسين، الكاس اللي ما قدرتش نلبيها الكاس اللي نخدموا به المعروف هذاك المشهور في البيوت اللي موجود في كل بيت جزائري نعم، هذو احنا عندنا 200 غرام هنا تاع فارينا، قلنا عندي كاوكاو وعندي شوكولا، هذا اللي راح نفيني بهم يعني هذا الكاوكاو دونك ما يجيش في العجينه خاطئ، يجي في الشوكولا نعم، دوك نوري المقادير كيف الطريقه تاعك كيفاش حتكون طريقه سهله جدا اللي هي نبداو هنايا نديروا السكر تاعنا، ولا دائما يعني نقول لهم على السكر يذوبوه من قبل، لانه
هكذا نفحصوا لنا حبه البيض، حبه البيض كامله هذه كامله، والثانيه نديروها صفار كامله، نديرو غير الصفار. داكو غير الصفار هنايا. داكو هنايا نخلطوا مليح، نسيو ندوبوا السكر هذاك. حنا نقولوا دائما يعني الوصفه باش تنجح لازم السكر يكون دايب توتو في الحلوى باش ما يديناش يابسه وتجي طايبه. نعم صح. دونك خلطنا هنا السكر وزوج حبات بيض غير هذاك البياض تاع الثانيه. نعم نزيدوا هنايا الشيكر فاني. اوكي عباك انتم راكم طيبون، راني نخمم في المره اللي تصلت من قسنطينه. العجين هذاك ما تكونش خلاته خمر بزاف؟ شوف هي هي هذوك ما فهمتنيش مليح، لكن انا فهمتها. نعرفوا حنايا الخبز، الخبز عنده فيه خمس مكونات، يعني تقدر تقول ربع مكونات، يعني اللي هو باين الخبز معروف. اي نبداو بالمكونات الاساسيه اللي تكون، اللي هي يا سميد يا فارينه يا اي نوع من الدقيق، يعني نديروه حتى دقيق الذره ثاني قلنا نديروه. وعندنا الملح باين، وعندنا خميره، وعندنا الماء اللي نجمعوا به. هذا هي لاباس تاع الخبز. ومن بعد كل شيء يجي اضافات، يعني اي مثلا البيض هذا ولا الحليب تاع البودره ولا حليب عادي ولا هذا كاع يولي اضافات. ومن بعد كي نكثروا الاضافات ومن بعد يدخل يولي في حاجه واحده اخرى، تولي بلافينوازري مثلا. صح. يدخل في انواع تاع البريوش، يدخل في انواع تاع مام الفرن كما قلت شيف حسين، بالك كي تفتحوا طرق ثاني. خبز الدار معروف، خبز الدار كي نعجنوه هنا نديروه هو ثاني يشد الوقت، يعني هو لازم كما يقولوا يخمر اون فوا دو فوا حتى في الخطرات عادي جدا. صح. من بعد كي نفاصونيوه في السنيوه نزيدو نخلوه، لازم يخمر. بالك ممكن اللي حطاته في السنيوه دخلته مباشره للفرن. هي هذه غلطه هذه يديروها، لازم يخمر قبل ما يدخل للفرن. لازم يطلع وندخلوه هو يكون خامر. كي يجيني طالع من بعد يهبط. إيه بالك هي قالت لك هكذاك، باسكو هو كي يدخلوه في درجه الحراره تاع الفرن اوتوماتيكمون مع الحراره اللي ويطلع. صح. يطلع فورسي كيما يقولوا. يطلع بدرجة الحرارة هذه. كي تفتح الفرن يحبط يعاود يهبط. كل من الاول يكون طالع، كل من الاول طالع ما يحبطلهاش، يطيب على حسب لي فيشير اللي كاينين. اللي كانت كاينة. اللي كانت كاينة على درجة الحرارة تاع الفرن. نعم. تسمى ما يهبط شوية، يهبط كيما كان، ما كيما نقولوا ما يتبلاطاش كامل. ما يتبلاطاش، لا لا هو معروفة، يعني كيما قلنا إذا كان هو كان خامر ودخلناه الفرن. داكور. يقعد مقاردي لي فيشير تاعو ما يهبطش، باسكو يطيب على حسب كيما كان، كيما دخلناه يقعد. صح. إذا كان ماشي خامر ودخلناه الفرن. هذاك الفرن هذاك فورسيه يطلعوا. شحال وقت الطياب تاعو؟ شحال يدي وقت الطياب؟ هو طياب كيكون خامر ما يمشيش وقت، إذا بزاف 15 دقيقة. إذا كان خامر، وإذا كان ماشي خامر ومن بعد واش يولي يدير، ولا حتى ولا كان طابلها. يعني هاد الحوايج صراو أنايا وصراو لي شحال من خطرة، يعني هكذا نكون زربان ولا حاجة ممكن ندخل حاجة تقدر تبان بلي طايبة، هي ماشي طايبة لداخل، يعني نعرفوا بلي خمير، لكن خبز لازم يخمر، لازم يكون خامر. دوك هنايا درنا الزبده. زمان كانوا يديروا داخل الفرن، يدخلوا يقول لك يدخلوا كاسرونه ولا حاجه تاع ما. اها. يديروها داخل الفرن مع هذوك دي زاستيوس هذوك. هي ما نعرفهاش. هي نسمع بها على البخار هذاك. نعم. باش الخبز باش ما يبسوش. صح طاوس. باش الخبز ما يجيش يابس. نعم. فوالا هذه كيما قالت طاوس. نعم. باش هذاك البخور هذاك يعطي رطوبة. يعطي رطوبة. نعم رطوبة باش ما يبسش الوسمو تاعنا، باش ما يبسش الخبز هذيك معروفة. نعم. مي دوكا مع لي فور الكتريك اللي راهم موجودين دركا. تكنولوجيا دركا. تكنولوجيا نعم، كاين لي فور هذو تاع الخبازين، طيبوا عنده يعني هو اللي يدير البخار هذاك، يعني فيه سيستم يدير له البخار. نعم. اوتوماتيكمون يخرج هذاك. نعم. البخار. داكور. نعم. دونك هنا كنا طمينا ثاني الزبده مع البيض، السكر، واش ثاني زدت شيف حسين؟ هنايا درنا الفارينه. زدت الفارينه. هنايا شفتها كامله. شفتها كامله. نعم. اوكي. ميتين غرام. انا واش ندير هنايا؟ العجينه راهي طريه كما تشوفوا فيها، هذوك راهي طريه العجينه. داكور. هنايا كي تشوفوها هكذا طريه يقول لك علاش راهي طريه هكذا طريه، انا خليتها في العين طريه. هنايا نحي شويه من العجينه هذه اللي حنديروا لها الكاكاو. راح نديروا لها الكاكاو. نعم الكاكاو نخليها هنايا باش نديرها الكاكاو، باسكو طريه كي نديرها الكاكاو تشد روحها تولي نورمال عادي. وهنا تخصني كميه يعني كميه حوالي جوج مغارف تاع فارينه، نزيدهم هنا العجينه هذه تولي تشد روحها. من بعد هذه اللي راح نخدم بها دوكا
لمين يكون كي هادوك اللي راح نقول لنا كي نطيبهم خليها ترتاح خليها تريح ماشي حاجة يعني كبيرة يعني لأنه فيها ما فيهاش خميرة ما فيها والو هذه حالها اللي كاطينا وقت يعني ممكن خمس دقائق إيه اللي طول يدخل حمزة الجزار أستاذنا خلاص ضيفنا لنا اليوم في ثاني محطة من محطات برنامجنا الصباحي لكن بعد هذا الفاصل نقول صبحوا بالخير وبالنور على حمزة الجزار الحاضر معنا لنهار اليوم صبحوا لي بالخير أهلا أهلا أخي لطفي صبحكم الله بالخير والرحمات اليوم موضوع جميل جميل جدا وجمال قصص الصحابة والأنبياء وقصص الأولياء الصالحين أيضا الذي خصهم الله بكرامات الذين فضلهم الله عز وجل صح نعم صح اليوم اخترت لنا شخصية من هذه الشخصيات نعم طبعا جريج العابد نعم جريج العابد حقيقة طيب الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد أيها الأحباب أيها الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قصص القرآن والسنة الكثير من العبر والعظات الله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وفي السنة النبوية في صحيحها قصة عظيمة قصة جميلة جدا لرجل عابد من بني إسرائيل كان يتعبد الله سبحانه وتعالى في صومعته والحديث رواه الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعته فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي وصلاتي فانصرفت فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج وكانت معهم امرأة بغي يتمثل بجمالها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فتعرضت إلى راع كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت منه فلما ولدت قالت هو من جريج فأقبلوا عليه استنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وأخذوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فقال أين الصبي فجاءوا بالصبي فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أقبل على الصبي وطعن في بطنه وقال من أبوك قال فلان الراعي قال فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا له لو شئت بنينا إن شئت بنينا لك صومعة من ذهب فقال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا هذا هو نص الحديث بأكمله يعني قصة عجيبة فيها كثير من الفوائد والله والعبر في معنى الحديث أنه جريج كان من الزهاد أمور الحياة لم تكن لم تؤثر عن الرابط بينه وبين المولى عز وجل من خلال العبادة حتى الوالدة نتاعو صح؟ نعم نعم هذه هي ما تسمى الرهبانية لأنه كان زاهدا عابدا كان متفرغا للطاعة والصلاة فقط هذا وما سمى الرهبانية قديما هذه الإنسان كان يعني يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى لهذا أخي لطفي هذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا كثيرة ووفيرة أول أثر رأيناه هو عقوق الوالدين أخي لطفي والآن جريج يعني الآن بفعلته هذه لأنه كان في صلاة نفل قد عق والدته
والله سبحانه وتعالى يعني حثنا على طاعة الوالدين ويعني وأكد عليه وكرر الوصاية به، والله سبحانه وتعالى أيضا جعله يعني قرين الأمر بتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني الوالدان باب من أبواب الجنة أخي لطفي، يعني في رضا الوالدين رضا الغفار وفي سخطهما سخط الجبار، لهذا الجنة عند أقدامها، لهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. الآن المتأمل في هذه القصة أن جريج العابد انشغل عن أمه بصلاة نافلة ولم ينشغل عليها برفقة صحبة أو نوم بعد عناء أو معصية أو لهو، وإنما اشتغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى والتضرع إليه. وكان الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جريج فقيها لأجاب أمه، لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه. لهذا بوب الإمام النووي رحمة الله عليه تحت هذا الحديث قال باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. شوفوا عظمة وقدسية هذا الرابط مع الأولياء. نعم، لهذا يقول أيضا الإمام النووي قال العلماء كان الأولى به أن يجيب والدته لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها يعني تطوع وليس بواجب، وطاعة وبر الوالدة واجب وعقوقها حرام، فكان الأولى عليه أن يخفف صلاته ويجيب ثم يعود إلى صلاته. نعم، أما الإنسان خير في إذا كان في صلاة فريضة فإنه لا يقطعها لنداء أبيه وأمه، يقطعها في النافلة فقط. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان له أن ينبه مثلا إذا كان منشغلا بالصلاة وسمع نداء، له أن ينبه من ناداه إما بالتسبيح أو رفع الصوت بالقراءة أو بتخفيف الصلاة، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من الزهاد يقال هناك من الزهاد لما يكون في اتصال مع الله عز وجل، نعم، يعني تسد الأذان الأذن، نعم، البصر أيضا يغض، نعم، البصر، نعم، يعني كل جوارحه مع الله عز وجل، نعم. هناك الصحابي الذي تم بتر ساقه وهو يصلي، نعم، طلب أن تبتر ساقه، نعم، أحد السلف ساقه، نعم، وهو يصلي، صح؟ نعم نعم أحد السلف، نعم، قطعت بترت ساقه وهو في الصلاة فهو خاشع الوجدان لله سبحانه وتعالى. أكيد الإنسان هؤلاء أخي لطفي العباد الزهاد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله هؤلاء يعني يعيشون مع الله عز وجل، يعني روحانيات الإنسان، بعضهم في بعض القصص يعني من تهدم المسجد ولم يدرك، يعني بعضهم بترت قدمه في الصلاة وهو لا يعلم، لهذا يعني هم يعيشون مع الله سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخي لطفي في تخفيف الصلاة، قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه، هذا هو الهدف. لهذا أخي لطفي الإنسان لما يعني يبصر هذه الواقعة ويتأملها جيدا، يعني والله ما أتعس الإنسان الذي يفرح نفسه وزوجه وأولاده ثم يبخل على والديه يعني بأوقات محدودة وبدراهم معدودة، يعني والله هذا الأمر هذا ما أتعس. لماذا هذه الأم حين نادت ولدها أرادت أن يدخل عليها أنسا وأن يدخل عليها يعني حديثا طيبا وكذا وأن يكرمها. لهذا بعض العلماء قالوا بأن لعل جريجا لم يجب أمه، لماذا؟ ما هو السبب؟ قالوا ربما كانت ستأمره بترك صومعته وعبادته، فهذا كان من المخارج. ثم أخي لطفي بعدها حين دعت عليه أمه واستجاب الله سبحانه وتعالى نداءها ودعوتها، يعني دعاء الوالدين مستجاب
فسلط الله عز وجل عليه هذه البغي، هذه المرأة الزانية التي كان يتمثل بحسنها وجمالها وبهائها، فأرادت أن توقعه في الفاحشة وتمكر به، فلفقت له وكادت له مكيدة، كادت له مكيدة ونسبت له الولد. فخرج قومه، يعني قوم جريج خرجوا لطفي، فقالوا إنه رجل كذاب يخادعنا بالصلاح والدين والتقى وما وهو غير ذلك، يعني وبعيد كل البعد يعني، ولفقوا له المكر والخديعة. بعدها الله سبحانه وتعالى ماذا أحدث له؟ هذه المنحة فحولها مباشرة، تحولت إلى منحة، منحة ربانية وكرامة، لأنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كيف لا أخي لطفي؟ وجريج يعني كان رجل تقي، كان رجلا عابدا صالحا للمولى سبحانه وتعالى، خاشع الوجدان. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. الإنسان كلما والله كان قريبا من المولى سبحانه وتعالى، محبا لله، صادقا معه سبحانه، الله يحبه، والله سبحانه وتعالى يسدده في أقواله وأفعاله وفي شؤونه وأحواله. وفي الحديث القدسي ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعاذنه. هذه أيضا أخي لطفي، الله عز وجل أنطق هذا الصبي كرامة له لينقذ جريجا من بطش قومه. أيضا الإنسان المتأمل في هذه القصة أخي لطفي يدرك بأن أصحاب الفساد وأصحاب الرذائل أخي لطفي هذو لا يرضون بحياة الطهر والعفاف، بل يدعمونها، يعني يدعمونها، لهذا يعني يقضون مآربهم الشهوانية بصور النساء وبهذه الفتن وبهذه المزالق. لهذا الإنسان دائما دائما كما شأنهم في ذلك، شأن رأس وإمام المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان مخرج مسلسل الإفك في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيضا أخي لطفي من فوائد هذه القصة، جريج العابد حين ابتلي وامتحن يعني لم يضطرب ولم تخر عزيمته ولم تتغير مبادئه وقيمه، بل تمسك بالله عز وجل، بل تمسك ولجأ، بارك الله فيك، ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر، عزم إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. والإنسان المؤمن العبد التقي النقي الصفي دائما يمتثل قول الباري سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لهذا سبحان الله جريج العابد التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يتوسط بشرة، ولم يفتدي مالا، ولم يحلف أيمانا، بل فزع إلى الصلاة، قال: دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما رجع يعني طعن في بطن هذا الصبي، قال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فتكلم نعم، هذا الصبي من الصبيان الذين تكلموا في المهد. ثم أخي لطفي كما قلنا وأسلفنا الذكر في البداية أن دعاء الوالدين مستجاب، يعني دعت عليه والدته ألا يميته الله سبحانه وتعالى حتى ينظر إلى وجوه الفاجرات العاهرات. يمكن أن نستقي عبرة أخرى؟ نعم. ماذا عرض عليه في الأخير؟ في الأخير طبعا، في الأخير ورفض. نعم، فرفض، فهذا نعم، فنعم احنا للأسف نلقاه الآن إذا كان مجرد عرض يعني يقدمون أو ينشرون الإسلام ويتذرعون بالإسلام بمقابل صح؟ بطرق نعم صح، حقيقة هو الآن لما عرضوا عليه أن يبنوا صومعته من ذهب، فرفض، قال: لا
عيدوها لي من طين كما كانت ففعلوا. فهو الآن الإنسان لهذا، هذا ما يؤكد بأن قلبه متعلق بالمولى سبحانه وتعالى لا غير. لهذا أخي لطفي لما دعت عليه والدته تحققت دعوتها، تحقق ووقع في هذه البلية والمحنة والمحنة، وتعرضت له هذه الباغية الزانية كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر، وكما أيضا كما قيل النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة. لهذا يقول المتنبي: كل الأمور كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستشغال الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فالإنسان يعني كان يعني أعظم وقع وأشد عقوبة تقع على العبد المخبت المنيب هي هذه النظرات، هي هذه النظرة التي تقع على المرأة أخي لطفي، ففيها ما فيها من العواقب. لهذا أيضا أخي لطفي من فوائد هذه القصة أن الذين يعني أشاعوا وأذاعوا هذه الفرية بدون تبين وتثبت، ويعني سلموا عقولهم لهذه الباغية وصدقوها، وآذوا عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى، وما أشبه الليلة بالبارحة، يعني هذا سبيل المفسدين أخي لطفي، لا يرضون بحياة الطهر والعفاف. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الاستقامة: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، يعني كأنها تتساوى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا يعني اختزلت هذه القصة، وإلا الفوائد والله كثيرة وفيرة وجمة. هذا ما أحببت أن وكل الفائدة والإفادة بحضورك يا حمزة الجزار أستاذنا، نورت بإطلالتك وحبينا كثير هذه القصة التي يجب أن تروى إلى أبنائنا كي نتمسك بكل كل كل ما فيه من إيجابيات هذا القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الخلف أو السلف. شكرا لك أستاذ حمزة الجزار، نورت بحضورك. ما زلنا مكملين مع مشاهدينا، أجمل وأحلى صباح لكل مشاهدي قناة الشروق العامة واللي يختاروا دائما. بنا الكرام الكل ما التحق بنا الآن، نعود ونرحب به ونرحب بكم كاملين، ونقول لكم أنا معكم حتى 10:30 تاع الصباح إن شاء الله يا رب. إذا بعد فقرة حديث صباح ننتقل مباشرة إلى مطبخنا، مطبخ صباح الشروق مع سفير المطبخ الجزائري الشيف حسين، اللي خليناه مقبل يحضرنا في الكروكي. نعم، الكروكي هذاك اللي قلنا عليه مكوناته يعني بسيطة وطريقته مليحة، يعني طريقة التحضير تاعه وبنين. درنا شوكولا وجينا نورمال. بعد ما قسمناه اون دو يعني على زوج، درنا شوكولا يعني اللي درنا له كاكاو وحده، اللي درنا خلينا بيض وحده، نحكمهم نديرهم في بابي كويسون. يعني هذو يعني كما نقولوا حنايا لي زاستوس تاع عفوا بك المنبه. معليش، هذا العجينه الاولى وهذه العجينه الثانيه. لا نفسها، هي عجينه واحده. نفسها برك هذه الكولا. نعم، حنايا بعد كي نديروا بابي كويسون قلنا بجي من الطريقه يعني خدمه سهله، نحكموا عجينه نبليوها على اختها هنايا. ونحيوا البابي تاعنا بيان سور باش يجينا سهل الخدمه هكذايا. هكا. دونك انا حين نسقوهم. نسقوهم. انا حسبت لي كل وحده حديرها وحده. لا 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 لا، نسقوهم هكذا. باش نتحصلوا على عجينة فيها عجينة الكاكاو وعجينة العادية. نعم، وما نحكموا نروليو هنايا. اوكي. دونك هذه كي طيب على فان اللي نلقاو لداخل هذاك لو غولو تاع الشوكولا. نعم، اللي كان داخل. خلاص راني بديت نفهم. هكذا نحكموهم غير هكذا. نحكموا الموس. نقطعوا الاولى. دونك حنديروا اثنين. نديروا اثنين. نعم. اوكي. يعني مام هي كمية صغيرة بصح زاكية. نعم. وحديروا صغير شاف حسين ولا على الطول تاع الكروكي كيفاش حيكون؟ حيكون هكذا بالضبط. كاين يديروه طويل بزاف الكروكي في الكروكي. احنا نديروه كيما راهو، نديروه طولي هكذايا. اوكي داكور. بون بعد ما عندنا سنيوه هنايا. داكور. كون ندير بابي هذايا. كاين الكادو ما شاف حسين؟ معليش خليهم هنايا نحطوها هنايا. نسي جامي تسحقوها وليك.
دوك نديروها هكا ما نقسموهاش حتى توصل. كيما نقسموها؟ ما نقطعوش. لا لا ما نقطعوش، يطيب هكذا كيما نعرفوا احنا كروكي يطيب يطيب كامل. كروكي كروكي جامي الكروكي كان طايب حبات. ابار قلنا هذيك الطريقه القسنطينيه اللي كانوا كي يخرجوه يطيب حربوش ما يقطعوه يعاودوا يقلبوه ويدخلوه الفرن. مي الكروكي يطيب دائما حربوش طويل. اوكي. يعني مازال ما طيبتيش كروكي شي. مازال مازال. خلينا نبداو بحاجه سهله. كروكي سهل. كروكي سهل. لو بغيتي تبداي به. قلت لك نبداو بحاجه سهله باك نروحوا الكروكي سهل. نبداو نروحو للحربوش الثاني اللي هو كي نقسموه باغ اكزومبل كي ندخلوه للفوغ ونعاودو نخرجوه ما يتفتتناش كي نقسموه. لا لا جامي يتفتت. والله نعرفو حنايا كروكي يشد روحو. نعم علم كبير هذا. علم كبير. علم كبير صح. باسكو صح كي تقول اون فوا ندخلو للفوغ بالك ينقطعو حيتفتتنا ولا ما عطيناش الشكل مليح. لا 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 كاين مشاهدين بزاف يغلطوا مثلا كي يروحوا يديروا عبسه. داكور. حاجه جامي تقطع سخونه هكذاك. خلوه يبرد. نخلوه يبرد بيان سور يبرد. كي يبرد لنا بيان نديرو له كراساج تاعنا نخلوه يزيد يبرد دوزيام فوا. كراساج تاع الشوكولا ومن بعد نقسموه. نعم تخي بيان. نعم نحكموه ونحربوش دوزيام. دونك حنا درنا اثنين اليوم. نعم درنا اثنين. هذه شحال تقدر تمد لنا؟ هذه قلنا على حسب التقطيع. اذا قطعناها من صغار تعطينا كميه كبيره، كان قطعناهم شويه على كبرناهم. يعني حسب على حسب. نعم قطعنا كل واحد. انت درتو بالزبده، درتو بالزبده. بالزبده نعم. هما يقولوا حاجه اللي تجي يابسه يديروا لها الزيت، صح؟ اللي تجي يابسه نعم، هذا احنا ما حبيناش يكون يابس، احنا قلنا يعني غير الكروكي اللي نعرفوه تاع الزيت والبيض هذه حاجه خفيفه يعني يجي مذكر يجي حلوه يجي جور صابلي هكذاك يعني الوسمو تاعو ما يجيش قاصح ما فيهش الخميره ما يقرمش احنا الخميره هنا ما جبناش ماشي الحجم تاعو ما يزيدش يضعف يعني بالك الا زاد شويه يزيد بك على من درجه الحراره بك على بالك نعرفوا احنا جين مع السخانه تقيسوا شغل يتنفخ شويه شويه حاجه خفيفه ماشي بزاف وما ندهنوش من فوق. لا 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 هذا راح نديروا له كلاصاج هذا غير يعطينا اللون البني نحيوه مباشره داكو. كي نحيوه ومن بعد نديروا له الشوكولا. لا شوكولا نعم وهذا الشوكولا سهله كيفاش نذوبوها نقدروا شوفي نذوبوها لا كريم فريش نقدر لا لا ما غي كريم فريش لا تقعد طريه وما تشمتش روحها نديروها بما غي ولا نحكموا في 100 غرام نديروا دو كويير تاع ماكله تاع الماء. اوكي دو بريفيرونس يكونوا سخونين سينو ماليش من باردين هكذا ونحطوها على النار عادي ونبدا نحركوا تسيح وحدها وما تلصقناش وما تتحرقش وما تبدلش اللون تاعها تقعد اللون تاعها هكذا. دونك شاف حسين الشوكولا اللي نقدروا نذوبها بالكريم فخاش هي اللي نحبوها تقعد تبريه تقعد طريه وتقعد تبريه. نعم هذيك باينه. دونك هذه اللي نديروها هنا تدخل داخله داخل مع في الكرناش هذاك. اوكي داكور هذا نديروها تطيب في الفرن هذه حاجه باينه. اوكي نروحوا للوصفه الثانيه. تفضل شاف حسين هنايا الوصفه الثانيه اللي هي قلنا الطبق الرئيسي عندنا هنايا ثلاث حبات بيض وهنا يضعفوا الحجم يضعفوا الكميه كما يحبوها. هنايا نديروا شويه ملح. نحيي لك برك هذا. ما نكثروش الملح لانه عندنا الجبن. اوكي. نديروا هنايا شويه فلفل كحل ماشي بزاف غير هكذا خفيف. شويه فلفل كحل على البيض ثلاث حبات بيض اللي درناهم. نعم نخلطوا مليح بالفويل. اوكي. نزيدوا بعدها. انا نجيبو شويه نحط لك شويه دو فرماج ديروا حوالي 3 مغارف تاع فرماج دايب هذا اللي قلنا بنحط ال توم توم نعم نقدروا نديروا نكات واحد اخرين ثاني ماشي نعم الضراب تاع زمان خير من الباتور سبور رياضه انا جو بريفير الباتور نزيدوا هنايا فارينا ديروا وحده زوج ثلاثة مغارف فارينة أربعة أربعة خمسة نديرو حتى الخمسة مغارف نعم داكوغ ونحركو هكا وهذوك الفرماج اللي حطيناها تفضل اللي حطيناها شاف حسين ما يقعدناش بالك حبيبات لداخل لا يدوب راح يدخل الفرن يدوب ديراكتومون على نعم داكوغ هنايا نحطو مليح جات ليس باسكو خي خلطناها وراحوا كاع الحبيبات هذوك شوف صح راحوا كومبليتمون عادي ما من هذوك الفلفل الكحل اللي شتو يعني ولات تبان لاباط هايله هايله
هنايا نحيو هذه نستعينوا بالسباتي دوكا نحكموا ليزيبينات هنا كيما راهم هنايا هنايا ما حش نطيبوهم هنا باسكو حيطيبونا في الفرن نحكموا السلق تاعنا ديراكتومون طريقه جديده يعني باش نديروا السلق هنا نطيبوه بالبيض ولا نديروه هو يطيب داخل الفوق لا يطيب يطيب خفيف هو ماشي زعما حاجه اللي داكور نعم هو خفيف يطيب تمتم ها ما يطلقش الماء تاعو شاف يطلق الماء تاعو نعم يطلق الماء تاعو في الطياب في الطياب كن ندخلوه للفرن راح يطلق لنا الماء تاعو هكذا السلق نديرو على حساب واش عندنا هذا الخليط اللي درناه من قبل كي نشوفوه نطم سي بون هكذا كيما راهو نطم دوك هكذا يعني حوالي هنا حوالي درنا ممكن نقول لك حوالي 70 غرام 80 غرام تاع الزيبينا نعم هكذا وندخلوه مباشره يعني نديرو في سنيوه يعني ندير بابي كويسون ونديرو في الفرن وندخلو مباشرة للفرن يعني ونديرو في السنيوة وندخلو مباشرة للفرن هذه هي طريقة يعني تاع الطبق هذا الطبق الرئيسي تاعنا وراح يجينا الأولي هنايا نديروه نفرشوه في سنيوة وبعدين فوق نفرشوه ندخلو يطيب لنا كي يطيب نخرجوه كي نخرجوه ندهنوه بالجبن هنايا حوالي 4-5 مغارف ندهنوه كامل وبعد نروليوه نخرجوه جور رولي ونقطعوه يعني قطعة صغيرة ونحطوه ونقدموه. يعني طريقة سهلة جدا وخفيفة. طريقة جديدة ثاني. وخفيفة نعم. واللي بالك ما كانش ياكل السلق باسكو نعرفوا كاين بزاف اللي ما يحبوش السلق كي نطيبوه هكذاك مع البيض ولا بالدرسة ثاني نقدروا ثاني نطيبوه. نعم 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 نقدروا. دونك يقدر ياكلوا بيسك فيه الفرماج وزيادة نعم. جدد هذوما. نعم شوفي من الفرماج كيفاش هو يتعلق. صح. هو جاي معلق شوف. صح أو يبان شهي شهي الله يبارك. نعم هذا هو الطبق الرئيسي نعم. عندنا لونتخي هذا لونتخي ساهل يعني شوية هكذا نعاودوا نوجدوه. داك نحبوا نوجدوه نوجدوه ماشي مشكل ثاني خلاص نشوفوا برك ولا نوجدوا لونتخي الان نشوفوا مع المخرج ولا نعاودوا نولوا بعد محطه اخرى معليش نبدا نجد ما بيد ما يضل الفوبر ما يخمرش هذا لا لا ما يخمرش ما يحتاج خميره لا لا اذا نروحوا نشوفوا مع بعض هذا التقرير نشوفوا تقرير لزميلة أمل بوعفا حول المدارس الرياضية في ظل جائحة كورونا من بعده راح ينضم إلينا ضيف مدرب رياضي للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلا تفضلوا إليت ستودنت أتلت أكاديمي مدرسة متخصصة في مختلف الرياضات من كرة السلة إلى السباحة مرورا بكرة اليد مؤسسها هشام بن عياد شريف رياضي جزائري مقيم بكندا أطلق هذا المشروع وفتح المجال للرياضيين الشباب من الجزائر لخوض غمار الدراسة والممارسة الرياضية هشام بن عياد شريف معكم فونداتور دو إيسا أكاديمي L'objectif premier du programme, c'est de faire des camps d'entraînement et de deux, de faire des conférences éducatives pour les étudiants athlètes tellement qui fait chirdro et labo et en même temps ils à haut niveau. L'académie a pour but de cibler les étudiants athlètes de toutes les disciplines, que ce soit le basket, le volleyball, le tennis, le handball, le kickboxing, la natation. L'essentiel pour nous, c'est l'encadrement scolaire et ensuite l'encadrement sportif de haut niveau. وباء كورونا والحجر الصحي لم يمنع هذه المدرسة من تنظيم نشاطاتها عبر المنصات الإلكترونية لفترة تجاوزت 9 أسابيع استفاد من خلالها المهتمون من دروس وحصص ترفيهية على اليوتيوب تحت إشراف قدامى لاعبي كرة السلة ومن تركوا بصمتهم في الNBA كانت صعيبة pour les athlètes de s'entraîner pendant le confinement parce que les salles كانوا مقفولين Et les gens couvrent feu, mais qu'ils ne peuvent pas entraîner le bras qui m'a aimé. Alors ils devaient se limiter à l'espace qui est dans le dar. Et avec notre page Instagram et Facebook, on essaie de donner des astuces pour garder la forme physique et en même temps de bien s'alimenter pour se préparer à l'ouverture complète de toutes les activités sportives et du programme qu'on va avoir durant l'année, Inch'Allah. On a des conférences éducatives virtuelles où il y a présentement des athlètes, filles et garçons, et là on a participé au un programme virtuel en partenariat avec l'ambassade américaine, et j'aime les ha pour le futur algérien.
هي إذن فرصة للطلبة للموازنة بين الدراسة والرياضة وكذا الاحتكاك بأكبر الأسماء الرياضية، وبفضل شراكة مع السفارة الأمريكية تمنح هذه المدرسة للطلبة فرص الحصول على منح لمواصلة الدراسة بأمريكا. تفاصيل أكثر رحم الدهنة يانيس مصفاي، هو من المدربين اللي ينشطوا ضمن هذه الأكاديمية. صباح عليه بالخير. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. إذا كنا نشوف من خلال التقرير، نشكر زميلتنا على هذه الإضاءة اللي عملتها حول هذه الأكاديمية. تعتبر ما نقولوش سابقة من نوعها، لأنه فيه مدارس رياضية اللي تهتم بالنخبة الرياضية، لكن ربما الفكرة مغايرة كليا. راح يمدهلنا أكثر ضيفنا. أول شيء خلينا نتعرفوا على هذه الأكاديمية، وين تتواجد، وقتاش نشأت، وش هي الضرورة منها؟ السلام عليكم. الأكاديمية هادية أون كريي باش نكادريو لي جون جوار لي موان 21 عام جينيرالمون، باش يكون عندهم ان سافوار دو كوتي اتود اي دو كوتي سبورتيف. دونك حنا راني بارتنير مع لومباساد دي زيتازوني اللي تعاوننا بزاف، والمينيستير دو لا جينيس اي دي سبور اللي عاوننا بزاف تانيك باش تو سكي انفراستركتور و ميني بات و لي جون و بوندون لي كام. اي دونك سور لو كور تيرم لوبجيكتيف تاعنا سي كنكونو ندوزو على كاع الجزائر، كونوا dans pratiquement gal les villes d'Algérie باش pour découvrir les talents hadoma et les orienter quelque part باش يكونوا pour leur apporter un avenir meilleur côté surtout côté études principalement et secondairement باش ils développent dans le sport. يعني المدرسه تاعكم يدخلوا لها كل المستويات ولا كاين سن ومستوى محدد باش يقدروا يدخلوا؟ فكاين سن محدد، قلنا انا تحت 21 سنه هما اللي عندهم، بعدا كيكون كيما بين 13 و15 سنه يكونوا وحدهم، و15 17 سنه وحدهم، وبين 21 سنه وبين 17 و21 سنه وحدهم ثاني. داكور. واش راح يكون الفائده من هذه الاكاديميه كي ينخرطوا وينضموا لكم هذا الشباب؟ معروف كاين بعض مدارس النخبه اللي معروفه في الجزائر، الغرض منها هو مرافقه الاطفال حتى وين يولوا شباب ويستغلوهم في فرق وطنيه، صح؟ مثل الجزائر. نعم. بالنسبه لهذه الاكاديميه. بالنسبه لهذه الاكاديميه كوتي سبورتيف سي لا ميم شوز، حنا نسي دو فورمي de futurs joueurs, de futurs champions, où il y a un programme américain. Bon, le basket personnellement, où il y a des anciens joueurs de la NBA, où il y a Sam Vincent Hada, il me donne le programme avec 9 semaines, et il a côtoyé des grands joueurs américains. C'est déjà pour avoir la façon comment réussir des deux côtés. Donc les études, c'est très important. Mais surtout le sport. Donc le sport qui fait comment toutes les valeurs mentales, les valeurs physiques, les méthodes d'entraînement, etc. بالنسبة لفترة كورونا على بالنا بلي كل النشاطات توقفت، بالنسبة لمدرستكم كيفاش كانت تقدر يعني توفق بين مع التلاميذ اللي عندكم ولا الأشخاص اللي ضمن مدرستكم عن بعد في هذه الفترة؟ فوالا باغ رابط الكوفيد كيما قال هشام دركا بارمونطون في لا بريزونطاسيون، وين كانوا لي سال كاع مغلوقين، لي تيغان مغلوقين، وين لي جون ما كاش وين يبراتيك لو سبور تاعهم هذا. دونك دوكو درنا ان بروغرام سيغ انترنت، وين داروا هذا سام فانسون سيغ 9 سومان، سوا سي ان بروغرام ايدوكاتيف افون تو، اي بلوس ان بروغرام فيزيك ولا دو بيرفورمانس سبورتيف. دونك كي سيغ 9 سومان، عندنا بليزيور اتليت، جون اتليت انرجيستري تماك. Et donc, à chaque semaine, ils suivent une méthode d'entraînement qui est d'un côté garder la forme, d'un autre côté ils s'instruisent bien sûr. Et voilà, comme on a caché les salles, donc du coup, on a le programme avec 9 semaines. وما توقفتوش كامل كي بدات الكورونا ولا كاين مواعيد اللي عاودتوا وليتوا فيه ولا اون دات اللي عاودتوا وليتوا فيها؟ لا ما توقفناش حنايا، ما توقفناش بون سور لي ريزو سوسيو اون بريزون، دونك فوالا دونك لي جون يكتبوا لنا سوفون اي تو. توقفنا دو كوتي وين كنا نخدموا في لي سال، وين لي كون تاعنا ما قدرناش نديروهم باسكو لا بانديمي باسكو الاخر. دونك تا سول سوليسيون كان تروفي سي دو لي زوريونتي اترافير الانترنت. معروف انه الباسكت بول، بما انه انت مختص في الباسكت بول، هي رياضه جماعيه. كيفاش نقدروا نعلموا رياضه جماعيه الشخص راه في بيته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؟
نقدروا نعلموه باسكو من بعد ما كاش غير لا براتيك يا الكوتي تيوريك ثاني دونك لا تيوري سا كان بوكو دونك اوتون ما نقدروش ندير لا براتيك اوتون لي فورمي تيوريكمون باش يعرفوا كومون سكومبورت اي كيفاش كومون اورغانيزي سون طون كومون فير تو سا اي سينون بور غاردي لا فورم لاخر سيتي بلوس c'était pas vraiment dans le collectif, c'était plus pour du côté physique individuel de chaque jeune joueur. وشنو هي الرياضه بالك اللي قدرتوا تمارسوها ولا اصعب رياضه اللي قدرتوا تمارسوها عن بعد اللي كانت صعيبه عليكم باش تمارسوها عن بعد؟ اصعب رياضه انا بيرسونيلمون سبيسياليتي باسكتبول دونك كاع tout ce qu'on oriente واش ندير انا واش نخدم انا ولا واش c'est toujours s'il y a un rapport مع الباسكتبول دونك الرياضه تاعنا هي الباسكت pour l'instant و prochainement ان شاء الله راح يكون تنس عندنا تنس فولي بول راح يكونوا راح توسع prochainement انتما بروغرام امريكان بالنسبه للباسكتبول فوالا بالنسبه للباسكتبول سي ان بروغرام امريكان اللي نسيو نتبعوه باسكو بون باش نلحقوا الفوق كاع لازم نتبعوه اون دو سويفر لي ميور اي دونك فوالا سي البروغرام امريكان هذا كي ن كومبورت با جوست دي كاليتي فيزيك ولا اتليتيك ولا سي surtout c'est beaucoup dans la façon d'être. وكيفاش تقيموا وتثمنوا المردود بالنسبه لكم انتما راكم تمدوا في دي تكنيك جدد الشباب ربما اول مره يتعرفوا على التقنيات صح؟ وي هل من مباريات هل من مسابقات تختبروا فيهم الشباب اذا راهم يستوعبوا ولا لا؟ عندنا دي كون دونترينمون اللي درناهم بون بور لانسون درنا واحد برك باسكو جوست ابخي سا كافي لا بانديمي كيما قلنا Et voilà, pendant le camp, on a le monde des techniques de l'économie plus dans le collectif, regarde la Jamaïa, qui m'a dit l'intérieur. Et là, on choisit. Il y en a qui vont sortir du lot, il y en a qui ont un grand potentiel, mais qui n'est toujours pas développé. Et donc là, on essaie de développer tout ça et de maximiser la valeur de chacun. Ou l'ertibar, كيفاش يكون عند بعد كل واحد يبعث فيديو تاعو ولا كيفاش voilà, ماشي vraiment ertibar, mais كل واحد يبعث فيديو تاعو pendant la pandémie, bien sûr. Okay. يبعثوا la vidéo تاعهم باش نشوفوا le développement تاعهم, les skills اللي عندهم, تسمى les techniques اللي يقدروا لي développerهم. ونقعدوا نتبعوهم بلا ما نساو بلي عندنا لا طاي تاعهم لو بوا تاعهم ونتبعوها شاك فوا تسمى لا كرواسونس تاعهم. دوكا شحال عندها الاكاديمي ملي تاسست؟ هادي بدات الكونتخار سيتي اون جونفي 2020. 2020 جديده يعني؟ جونفي 2020. دونك ما عندهاش بزاف جات قبل كورونا. جوست قبل الكوفيد وين حبسنا مع الكوفيد. شحال كانت المده اللي حبستوا فيها ولا الفتره اللي حبستوا فيها؟ C'était en dernier camp, c'était en mars. Hein. Mois de mars, quand même. Mars 2020. D'accord. Mars 2020, tel le cas. Tout ce que je fais, c'est à travers le net. Les réseaux sociaux. Donc pour les réseaux sociaux, etc. Donc pour l'instant, on programme un prochain camp pour l'été, Inch'Allah. Qu'est-ce que je me casse le temps de faire l'académie? Qu'est-ce que je me casse le temps de faire l'académie? Les jeunes qui sont venus à vous, c'est que tout le monde a une vie spéciale. Qui est-ce qu'il étudie, qui est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce que vous faites le temps? Bon, les jeunes, généralement, les jeunes, ils travaillent, parce que c'est des moins de 21 ans, moins de 20 ans. Ce que nous demandons le voir, c'est qu'ils sont déjà en bit au home, ils sont nourris et logés. Ou les entraînements, ils doivent être à 7h. On a des entraînements de 7h à 7h, c'est plus théorie et pratique. À 11h, on a la poste de shift. À 11h, on reprend. Mais ça va être plus sous forme de jeu, mais là il la bouche via, il s'exprime collectivement. C'était le 4h30 à peu près. On a pu aller dans l'hôtel. Et voilà, et ça dure sur 3, 4, 5 jours. Généralement, c'est pendant la période des vacances. دونك كي يكون بيردون بوندون لا بيريود دو فاكونس دونك لي جون ما يقراوش و سون ديسبونيبل هذا البروغرام تاع قبل الكورونا يعني كان بروغرام توجور يقعد لو ميم بروغرام ميم فيما يخص التباعد الاجتماعي لا غير ذلك يعني ديتو كامل التدابير الوقائيه ايه هم بعد مع نو هذا سيتي قبل الكوفيد دونك بعد مع البروتوكول سانيتير سي نورمال كي راح نموديفيو شويه عفايس وين راح تكون بالك سيغمون لي تيست بي سي ار و بلوس دو ديستونسياسيون سوسيال مي اون فاس ادابتي ا سا سي ماشي حاجه واعره بزاف النخبه معروف انه خيره الرياضيين صح كي نقولوا نخبه سي لي شكون هما اللي خيروا هذه النخبه هذه النخبه حنا نشوفوهم بلي كلوب دونك نتبعوا لي ماتش تاع لي جون نتبعوا نشوفوا لي ماتش تاعهم وسمو
Et on sélectionne avec ceux qui ont le plus de potentiel, on essaie de les sélectionner, chauffer une visée ou quelques joueurs, marquer dans la base de données. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Il y a Anna, il y a Hicham, c'est un staff élargi, il y a Radia Hamadash, il y a Isma Hankunash, tu es basket, il y a Lamota Aboudi ou Amin, Cheikh Amin. وكان عندكم تجارب مع الفريق الوطني بطولات ألقاب؟ أنا يا بيرسونالمون لعبت 10 سنين الفريق الوطني ما شاء الله الله يبارك هشام تانيك ولاموطا تانيك جينيرالمون راضية تانيك اوني كاع دي اكس و اونكور انترناسيونال جوار اتليت ديليت اونكور اون اكتيفيتي ولا فوالا شوف انه الجيل الحالي عندهم محظوظين لو كان نقارنوهم معكم انتم اللي ربما من والو قدرتوا انكم تنضموا لفريق وطني وانكم تحققوا نجاحات. وي محظوظين وي احنا اون اوغي مي افوار لوبورتينيتي هذه كي كنا صغار مي دونك فوالا دونك اون ترافاي لي جينيراسيون فيتور باسكو عندنا فريمون ان بوتونسيال فريمون كبير في الجزائر. سورتو التيريتوار ناسيونال انا سورتو دون الباسكت وين يسحق لا تاي يسحق دي جوار طوال ويسون اسي موبيل يقدروا يجروا يقدروا اسي اتليتيك. وبين التكوين بما انه انت لعبت في المنتخب الوطني لكرة السلة طبعا تشوف انه التكوين اللي راهو الان بالنسبة لهذه المدرسة والتكوين بالك كيما انت تكونت في المنتخب الوطني ومن قبل وشنو هو الفرق بين القبل وهذا التكوين تاع الان؟ انا تكونت انا جي لا شونس من درت ليسي سبورتيف اللي هضرت عليه من قبل من درت الثانوية الرياضية الوطنية من كانت مليحة ثاني من كان عندنا دي شونس دي زوكازيون وسمو بين لعبنا الانترناسيون وين سينا مع لي زوتر مع لي زوتر بيي و سينو البروغرام تاعنا هذا كيس كي لابورت دو بلوس سي فريمون لا لو سويفي ادمينستراتيف هذاك على ليشال انترناسيونال تسمى كومبوت لي كان يعني بوكو بيدي مع البارتنير تاعنا كي هي لامباساد دي ايتازوني بلوس لا ام جي اس كي اللي يعاونونا في تو سكي انفراستركتور باسكو باش دير ان كون لازم لك لا سال لازم لك الاوتيل لازم لك قاعده تو سكي سوي لازم لك لا ريستوراسيون اكسيتيرا Donc, ce qu'on apporte de nouveau, c'est surtout le côté international. Mais on essaie de suivre un programme américain. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes qui ont cherché des chances dans cette vie. Ils disent qu'ils ne l'ont pas trouvé, surtout dans les zones intérieures, les zones de l'air aussi. Qu'est-ce qui vous a fait de ces chances que vous avez cherché à l'équipe, à l'équipe دونك لوبجيكتيف تاعنا هذاك هو هنايا سي دوك نديرو كاع تيريتوار ناسيونال ونديرو كاع الجزائر سي نديرو لي كون ان بو بارتو سكو سوا دون السود في الواس تاع البلاد لو سونتر وين درنا ديجا ولا في الاس تاع البلاد. كيفاش تنظموا خرجاتكم؟ شكون الاول اللي تتصلوا به ويعرف بلي راكم جايين تقولوا له انا جايين؟ الفرق الانديه في الانديه جينيرالمون سي لي ليغ اوكي لي ليغ كيما قلت لك كاين ثاني كاين المينيستير دو لا جوناس اي دي سبور كي نوز ابوي. Et donc voilà, donc à partir du ministère de la Jeunesse et des Sports qui va organiser les camps, il y a les dates, tout ce qu'il faut, l'endroit, les salles, l'hôtel, tout ce qui suit à DAC. Et voilà, ben on s'installe dès qu'on s'entend sur un projet ou là, sur une période. Voilà, on met la MJS Tana, on convoque les joueurs, les chemins déjà. Les joueurs, yani, لازم يكونوا déjà لاعبين من قبل. بالطبع لازم يكون وإذا كان فيه واحد موهوب عنده موهبة ما كانش عنده فرصة أنه ينضم الفريق ما 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 فتحتوش فرصة ربما لهذا الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يبعثوا فيديوهات تشوفوا مواهب لا راهي مخبية لا كاع يقدروا يبعثوا لي فيديو تاعهم كاع ميم واحد ما يلعبش باسكات ولا اللي يحب هذاك الباسكات يعني ولا يقدر يفيلمي روحه يبعث لنا لا فيديو تاعو Et voilà, en fonction du niveau, parce que Balak de Wahed a un grand potentiel, ok, qui chauffe Balak fait un mec de 16 ans, il va dépasser les 2 mètres ou là, ben on va le faire, on essaie de le faire, on va le faire dans le sport, donc si on le faire au maximum. Voilà, mais le plus souvent, généralement, c'est les jeunes qui jouent déjà. Donc, pour jouer au basket, il faut avoir une certaine. une certaine base. بالنسبه للاشخاص ولا لي سبورتيف اللي ينضموا للمدرسه تاعكم كاين دي فري خلصوهم ولا لا؟ لا 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 ولا انتم تخلصوهم؟ كيفاش تخلصوهم؟ خلصوا لي جوار ما نقدروش نخلصوا لي جون جوار ديجا جو بونس با كو سوا ليغال مي فوالا سي سون فري سي غراتوي توت لي فورماسيون سون غراتوي كاين ميم دي فورماسيون اللي نديروها مع l'ambassade des États-Unis où ils se forment en anglais, la bibliothèque à l'ambassade et tout ce qui est anglais administratif.
غلقتوها القائمه ولا مازال تزيدوا تخلصوا؟ القائمه دائما مفتوحه. القائمه دائما مفتوحه. كيفاش يتواصلوا معكم الشباب اللي يشوفوا فينا الان؟ عن طريق السيت انترنت تاعنا usa.com يتواصلوا علينا ديجا يونجستريو روحهم في السيت تاعنا. اوكي. احنا من تم عندنا في لاباز دو دوني عندنا كاع تو سكي كونسيرن لي بروفيل دي جوار ويكونوا كاين اللي شفناهم من قبل. قلت لكم ينقصنا لهم عندنا لي طاي تاعهم لابوا تاعهم البوا تاعهم لاج اكسيتيرا بوست دو جو تاني بوكوا با. فوالا. بيان دونك يعني حاجه جديده حاجه مليحه اضافه للرياضه الجزائريه كذلك كاين الخرجات للخارج كما نقولوا احنا بالك لي زيتازوني ولا تروحوا يشوفوا باسكو معروفه لي زيتازوني بام بي اي الى غير ذلك دونك اسكو يكون في خرجات ولا لا بالمعاونه اليوم راح يستغلق لو سيت اليوم راح يستغلق مع رباطات لي زيتازوني كانوا كيدخلوا هنا لا باش يكونوا خرجات بور لانستون مازال ما كاش خرجات مي ممكن يكونوا حنايا مون لوبجيكتيف تاعنا سي دو ديفلوبي لو باسكيت وفان سبور هنا في الجزائر ما نخدموا مع لا بات اللي عندنا هنايا ومن بعد الى كاين سيغمون سيغتانمون يوغا دي جوار كي فون سورتيغ دو لو تماك وين فيغا اون اوتر ابروش باش نشوفو باغ لا سويت سي بوف ديكروشي دي بورس على ليترونجي ولا وين نقدروا نعاونوهم ان شاء الله. يعني حبينا اطلالتك معنا وحبينا مرورك معنا في برنامجنا. شكرا لك وتحيه لكم الفريق اللي يعمل معك في الاكاديميه. شكرا لك ومشاهدينا رايحين على فاصل بصوت الفنان عقيل الصغير. هذول كانوا اشخاص انضموا التحقوا بنا في هذا الصباح واختاروا قناه شروق العامه وبرنامجنا الخدماتي بامتياز صباح الشروق. تميزنا في فقراتنا في محطاتنا عيونكم لا ترى الا النور مع الشيف حسين وكل الوجبات اللي حضرها على السريع. تقدروا انكم تحضروا وجبه غداء متكامله صح؟ نعم نعم نعم. كاين بزاف سيدات يضرهم راسهم يوجعهم كيجوا كيخموا في الطياب باش يطيبوا. صح. كاين اللي يتحكموا الشقيقه صح؟ ايه نعم. صح؟ نعم. انت راح تبدل لنا الحلول من حيث الاطباق والوصفات ايه؟ والحلول الصحيه. دكتور محمدي وحاضر معنا صح؟ نصبحوا عليه بالخير. دكتور صباح النور. هذا هو موضوعنا. راح نرجعوا لك لكن بعد ما نكملوا مع الشيف حسين. اوكي؟ داكور. شيف. بون قلنا اليوم راح نديروا لونتخي اللي هي قلنا بيض محشي بالروز والخضار اللي هي درنا احنا خيار ودرنا الجزر. اللي هو احنا بعد ما بيض محشي. بعد ما غلينا الروز تاعنا بون كان يكون عندنا راس تاع الروز في البيت يعني مثلا باش نديروا يعني شكل جديد للدراري باش نشهوهم قلنا في الماكله ولا بعد ما حكمت سيباريت هذه كيفاش طيبتها انا هذه نخمم لها حبيت نهضر هذه بيضه نحكي لك ولا ما كان احكي لي احكي لي لك حاب نسمع الحكايه خلاص ثم نحكي لك بالعقل كان يا مكان بس نجيب طابوري ونقعد كان يا مكان في قديم الزمان بيض بيض سيباريت اللي هو حكمنا كان عندي ثلاث حبات بيض سيباريت لو جون مع لو بلون يعني بيض لحال وصفر لحال حكمت الصفار طيبته هو الاول هذا الصفار الصفار نعم قطعته على شرائح يعني طيبته بزبده لا باش ما نسقلكش كاين بون اللي عنده يعني مقله ما تلصقش تيفال عادي يقدر يطيب فيها سينو يلا بيبليستي غاتويت لا يعني في 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 اشهار لا هي شويه زيت شويه ولا شويه زبده هكذا باش ما تلصقش خير صح؟ نعم نعم هي بعد نحكموا نديروا نقطعوا دي بوند هكذاك نحطوا الاولى تما ونحكموا البلون وحده نسيباري هكذا تعاود تحطوا نعاود نجيب المقله ونحطوا هنايا صح ونفرق غير هكذا تدريجيا شويه شويه هكذا هكذايا ماشي كامل لانه نحتاج في الثانيه راح ندير زوج حبات هكذا هكذايا نحكم بانسو نمشي كاع البيض البياض هذا ابداع هذا هذا فن هذا هكذا والله فن نحكم البياض نمشي كاع ونخليه يطيب حتى نشوف بلي طاب لي الله الله هذيك شغل انا حبابي نفقصها نطيبها ولا كلها نطلطها تجيك اكرام هكذا قسمي على زوج ولازم لا باسيونس هكذا كيفاش ما تجيكش شقيقه لا لا ماشي شقيقه هذه نحيد شقيقه لانه تقدر تركز في الشغل تاعك الطبيب يقدر يقول لنا باللي كاينه منها صح تكون تركز حتى شقيقه فترة دائما انا حتى في البيت مرات وليدي يكون عنده الضرسه توجعه نقول له لك يروحوا كاش حاجه العب باش تنسى تنسى الالم وما يروح الالم صح هذه هي ثاني يعني قلنا المطبخ متعه يعني صح ولا متعه المطبخ يحضر وصفات حبابين قدر يدير لنا بها تشكيله لوحه فنيه
هذه هنايا من بعد باش نديرو نحكموا لافارس تاعنا، نديرو قلنا الروز هذاك ونديرو خضره. طيبتو الروز غليتو؟ مغلي نعم، مغلي ومتبل يعني متبل بالملح والحل. نديرو في الوسط هنايا ونروليو ونديرو شغل رولي يعني يجي مفارسي يجي محشي بيضه تجي محشيه بال كانه سوشي يعني، ما نقولوش سوشي لانه سوشي خاص بالبيض سوشي يعني. بالبيض نعم هذه هذوك الخضر تاعنا راح تزيدهم لي وين هذوك اللي نشوف فيهم؟ لا هذو نديرهم في الحشو، حشو حشو دير الرز وتزيد تزيد هذو اللي تخيلو كيما هنايا ضروديا ما نديرهاش طايبه، لو كان بون كون خشينا نصوتيها شويه سي دقيقه هكذا تنتكل كومين سالاد يعني هذه راه اونتخي. نعم صح اونتخي سالاد، هذه اونتخي سالاد بالبيض بالبيض. برافو شاف برافو. راح نخليك تكمل الخطوات وانا راح نروح نستفاد مع دكتورنا طبيبنا الحاضر معنا لنهار اليوم اللي راح يعالجنا موضوع يرهق الكثيرين وهو شقيقه. مرحبا بك. اول مره نسمع الناس فيك كما قالوا له. شكرا. اهلا دكتور. شكرا لك دكتور. مرتاح؟ لاباس الحمد لله. انا شقيقه تكون فيا اول ما نشوف الطبيب تروح شقيقه. لا شقيقه ولا غير ولات مشكل كما نقولوا يعني وبه يعني منه بزاف الناس لطفي وخاصه تلقى الان الشباب ثاني عندهم بزاف، انا وحده منهم اللي نعاني بزاف من هذا. وكاين اللي يعاني منه كمرض مزمن اللي رافقه يعني كل يوم يعاني من مشكل شقيقه. طبيعه الحال الشقيقه في مفهومها هي عباره عن اضطراب او مرض عصبي مزمن. يعني في البدايه لازم الناس تعرف انه الشقيقه او الصداع النصفي كما يسمى او لا كريز او لا ميغران هذه هي عباره عن اضطراب عصبي مزمن، دونك سان تروب نيورولوجيك كرونيك يعني ماهوش مؤقت. ما معنى هذا؟ انه الانسان لما يكون مصاب بشقيقه راح تكون عنده بشكل مزمن، تحدث لديه خلالها نوبات اللي نسميوها نوبات الصداع النصفي. منين يجي هذا الصداع النصفي؟ نعم هناك اسباب عديده ان صح التعبير، عوامل اللي تساعد في ظهور نوبات الصداع النصفي، لانه الاسباب تبقى لحد الان مجهوله، هي اسباب كامنه غير معروفه، لكن هناك عوامل تؤدي ظهورها. قبل ما نمروا للاسباب الاخ لطفي اخت اكرام نتكلموا على المفهوم تاع الشقيقه والصداع النصفي. كما هو معلوم لكل مرض من اسمه نصيب، دونك الشقيقه او الصداع النصفي هي تخص نصف معين فقط من الراس، دونك الالم ترتكز في نصف معين. نوضح نقطة أنه ليس بالضرورة نصف وحيد وأوحد اللي تخصه، خطرة تارة تكون على اليمين تارة على النصف الشق الأيسر. دونك هذه هي كاين الناس بزاف يكونفيزي وتتلف لهم وتتخلط بين الصداع العادي اللي صداع الراس نسميوه سيفالي دو تونسيون اللي يكون نتيجه عوامل اخرى، نتيجه ضغوطات، نتيجه عدم النوم، نتيجه ارهاق اجهاد، والصداع النصفي اللي نسميوه بشقيقه او لاميغران. وكاين ثاني دكتور سمح لي بركه، كاين اللي تجيهم شقيقه وما يعرفوش ولا شقيقه ولا لا لانه تقيس كامل النصف تاع الوجه ولا الراس الاذن لا ماشوار كيما نقولوا، كاين اللي يحسب لهم الضرسه، كاين اللي يحسب لهم الاذن تاعهم بالك، يعني واش هي العلاقه بين بالك لا ماشوار وحتى للراس الفوق؟ اكزاكتومون يعني الاعراض تختلف. نعم احنا من خلال الاعراض اللي احنا نذكرها ان اليوم الهدف من الباساج هذا او الحصه هذه انه نوضحوا للناس كيفاش وحدهم يقدروا يعرفوا اش في ساجي دون كريز تاع لا ميغران نوبه تاع شقيقه ولا الصداع عادي فقط، حنبينوا لهم الفروقات وكيفاش يشخصوها وكيفاش يتخلصوا منها ولا كيفاش يخفوا تلك النوبات ولا يبعدوا بيناتها. الشقيقه كما سبق تفضلتي انها تخص نصف تاع الراس، لكن هناك بعض الحالات النادره وين الشقيقه تخص كامل الراس. دونك هي في الحالات لا بلو فريكونت الدائمه تخص نصف الراس خاصة حول العين. دونك وتكون بشكل مزمن. أنا أشوف هذه الصورة الأولى دكتور. نعم كما هو موضح في الصورة لاميغران تخص نصف الراس حول العين خاصة. يعني اللون الأحمر هو موضع الألم. موضع الألم. أوكي. نشوفوا الصورة اللي راهي في الوسط اللي مكتوبة فوقها تونسيون سي دي سيفالي. بون ما عندهمش علاقة بلاتونسيون اللي الناس تروح تقول لك لاتونسيون الراسية. نو. نسميهم دي سيفالي دو تونسيون، صداع اللي يكون ناتج عن ضغوطات فوالا ويكون يختلف تماما عن صداع الشقيقة. وليسينوس هذيك الصداع الناتج عن التهاب الجيوب الانفيه، هذاك وحده يكون في ليسينوس، يكون فوق الحاجبين، يكون هنايا في ليسينوس ماكسيلار، ويكون في وسط الراس. هذا الشيء اخر.
نتكلموا اليوم على لا ميغران او شقيقه اللي يكون تخص الصداع يكون في نصف الراس يرتكز حول العين يكون بشكل مزمن. اصبر اصبر دكتور قبل ما نفوتوا في التفاصيل، هل من عمر محدد يعني يصاب به الانسان بهذا النوع من الالم؟ نعم، هذا النوع من الآلام يكون بشكل مزمن عند جميع الأشخاص كل الأعمار. نعم، ولكن هناك فئة عمرية تكثر لديها نتيجة بعض العوامل اللي حنذكرها لاحقا، هي الفئة بين 20 سنة إلى غاية 40 سنة. على بالك أنا قصيتك على العمر لأنه كاين بعض الفئات العمرية اللي ما تميزش موضع الألم، ما يقدرش يميز. أنت تقول له وين جاي يكثر ما يقدرش يعرف، يقول لك في راسي، ما يعرفش إذا شق أيسر شق أيمن في كل الرأس ولا لا. لما نتكلموا على هذا الاضطراب العصبي المزمن يخص جميع الفئات العمريه، لكن يرتكز كما كبقيه الامراض كاين فئه عمريه اللي يخصها ويرتكز لها، هي الفئه من 20 سنه الى غايه 40 سنه خاصه ولدى النساء. لما نتكلموا على الفئه العمريه نتكلموا ايضا عن الجنس اللي يخص اللي يمرض بزاف بشقيقه واللي يكون يعاني بزاف هو جنس النساء. يعني نجد مثلا في الجزائر او في العالم قاطبه 50% من النساء مصابات بشقيقه. ما نترجموا هذه الارقام الى عدد حقيقي انه بين كل امرأتين هناك واحدة تعاني من الشقيقة. بالنسبة للرجال بين كل خمس رجال نصيبوا واحد يعاني من الشقيقة. علاش الرجل عنده نفس قوي؟ حنا عندنا نفس قوي. لا هناك عوامل اللي شغل الفافوريز ظهور تشقيقة عند النساء خاصة العوامل الهرمونية. اوكي. نتكلموا عليها لاحقا. يعني خاصة الفترة بين 20 سنة إلى غاية سن اليأس. لامينوبوز إلى غاية 40 سنة. خاصة تكون تاني دكتور دائما ترافق ولا تكون قبل دورة شهرية تاني تكون بكثرة. نعم هذه من بين العوامل اللي ديكلونشينا لا كريز او نوبات الصداع الاختلالات الهرمونيه. قبل ما نمروا للعوامل والاسباب نوضحوا الفرق باش الناس تقدر تفرق بين الشقيقه والصداع العادي. عاده نوبات الشقيقه او الصداع النصفي تكون بشكل حاد، تكون ايغو دونك تظهر بشكل حاد وتتزايد في الشده تاعها والحده تاعها، يعني تكون ديبي تاعها ايغو تبدا بروغريسيفمون تزيد داكور. وهذا الصداع والالام تاع الراس تكون تتضاعف لما الانسان يقوم بانيفور، يعمل مجهود بدني، يدير سبور، حتى دي فوا الالتفاته فقط يدور راسه احد تزيد في الحده والشده تاع الالم. هنا نعرفوا بلي رانا في شقيقه وماشي في الصداع العادي. ايضا لما الانسان يكون عنده شقيقه واش راح يشوف؟ احيش تكون عنده رهاب من الضوء ومن مصادر الصوت، يولي يسمع صوت يديرونجيه ويزيد له من حده الالم، يشوف الضوء شويه ساطع يزيد له من حده الالم. هذه ثاني كاين دكتور مؤشرات اللي تجي بالك قبل شقيقه. نعم. يقال انه الواحد اللي تجي حده شقيقه تكون عنده مؤشرات من قبل، هو يشوف واحد الضوء زرق كما نقولوا حنا ولا هناك بعض المؤشرات اللي تسبق النوبه تاع الشقيقه نتكلموا عليها لاحقا باش الانسان يدير الحلول باش يتجنب هذيك النوبه. حسابه باش يفيتي النوبه تاع الشقيقه لانه الصداع تاعها يكون شديد مقارنه بالصداع في الحالات العاديه. ايضا لازم نعرفوا من بين الفروقات انه الالام تاع الشقيقه تكون شديده جدا مقارنه بالصداع العادي. باش ايضا نفرقوا بين الشقيقه والاخر، الشقيقه تكون عباره عن نوبات متقطعه تدوم النوبة من 4 ساعات إلى غاية 72 ساعة. أوكي. يعني إلى غاية 3 أيام. في المقابل الصداع في الحالة العادية يكون من يوم إلى غاية 7 أيام بشكل متواصل وليس بشكل نوبات. ممكن الإنسان لما تكون عنده نوبات، النوبة تدوم من 4 ساعات إلى 3 أيام ومن بعد تزيد له نوبة أخرى، بعد هنا يعرف روحه بلي راهو في شقيقة. باش نعرفوا أسكو رانا في شقيقة ولا ما راناش في شقيقة، لازم نعرفوا انه النوبات هذه اللي كريز ميغرينوز قسمناهم الى قسمين اعتمادا على ما يسمى بالنسمه او الاورا في باللغه الطبيه. دونك نقولوا ان ميغران افيك اورا وان ميغران سون اورا، دونك شقيقه بالنسمه وشقيقه من غير نسمه. النسمه في مفهومها هي اعراض عصبيه ترانزيتوار دونك عابره، ما تدومش اكثر من ساعه، من 4 دقائق الى ساعه. هذه الاعراض هي مشهوره ومعروفه في الاوساط الطبيه انها تكون اعراض بصريه. الانسان لما يغمض عينيه وش حيشوف؟ حيشوف دي بوان لومينوز، يشوف نقاط ضوئيه، واحيانا اخرى يشوف نقاط عاتمه سوداء وتبدا تكبر. هذوما الاعراض البصريه. ايضا اعراض حسيه، يحس باللي كما سبق وذكرتي انه الجهه تكون مخدره موضعيا، جهه كاملة. حتى لو موند حتى ذراعه كامل يحسوا باللي راهو فيه نوع من التخدير. واش علاقته بالتعب؟ انا نشوف هذه الصوره. نعم. ضغط
سيدة تعاني من ضغوط نعم يومية اكزاكتومون دونك نشوفوا لما الانسان تكون عنده ضغوطات كامل هي تشكل عامل من العوامل اللي تؤدي الى ظهور هذه النوبات احيانا كما سبق وتكلمت انه يحس الانسان انه مخدر موضعيا هذا ينمل نعم ينمل هذو الاعراض العصبيه العابره اللي حتخلينا نكونوا في القسم تاع الشقيقه افيك اورا بالنسمه وهذا العرض هو الخطير جدا لحسن الحظ انه غير شائع مقارنه بالشقيقه اللي تكون من غير نسمه سون اورا اللي يكون تمثل حوالي 70% كيفاش الان نعرفوا اسكو رانا في شقيقه ولا ماشي في شقيقه من خلال الاوليه نعم كيما نشوفوا هذه السيده راهي البرد حكمها البرد اكزاكتومون من خلال اكزاكتومون دونك التعب الشديد الاجهاد البرد هنايا هذو المؤشرات على انه راح تحدث لدينا نوبه شقيقه بما ان نتكلموا على النوبات باش نعرفوا بلي رانا في نوبه شقيقه ولا نوبه صداع عادي هناك فريكونس شغل تاع النوبات لما تحدث لدينا خمس نوبات تاع شقيقه تكون سون اورا دونك بدون اعراض عصبيه عابره اعراض سمعيه بصريه حسيه وحتى اعراض في الكلام ممكن تكون بلا بهم خمس نوبات اللي تدوم لنا النوبه الواحده من ربع ساعات الى غايه ثلاث ايام هنا نعرفوا بلي رانا في شقيقه اذا كانت عندنا قل من خمس نوبات ما نقدروش نحكيو على الشقيقه ونشخصوها دكتور الشخص انت قلت لنا تقعد شقيقه من ربع ساعه 72 ساعه 72 ساعه بدون اخذ علاج بدون اخذ علاج لكن في السنه الكامله ولا 12 شهر شحال تقدر يصاب بها الانسان العادي يعني اللي ماشي ما ديرش بزاف شقيقه انا نتكلم موسميا جينيرالمون نتكلموا خلال ثلاث اشهر لما يصاب الانسان بخمس نوبات من الشقيقه تكون المده تاعها اكثر من اربع ساعات الى ثلاث ايام يعني اذا كانت قل من لا تعتبر نوبه شقيقة. موسميا وش من الموسم اللي تكثر فيه شقيقة هل عندها علاقة بالمواسم تختلف ولا من شخص إلى آخر نسبة أوكي. إلى العوامل اللي تؤدي إلى ظهور النوبة نتكلم عليها لاحقا أنه شقيقة اللي تكون افيك أورا دونك معها العوامل العصبية اللي تكلمت عليها سمعية بصرية هذه لا كانوا عندنا نوبتين خلال الموسم فقط ما قدروا نتكلموا على أننا في شقيقة الآن نتكلموا على الأسباب أفضل حتى لو دكتور الضوء يعني كي يكون واحد بشقيقه العين اللي يكون من الجهه اللي تكون فيها شقيقه ما تقدرش تشوف الضوء ما تقدرش تقابله اكزاكتومون يكون عندنا رهاب الضوء كما في مفهوم شقيقه كما سبق وذكرناه رهاب الضوء وحتى السمع الديفو ما يقدرش يسمع اصوات صاخبه هذه الصوره اللي راهي امامنا هي عباره عن المشاكل او الاضطرابات السمعيه اللي تكون عندنا في شقيقه بالنسمه هذيك اورا دونك تكون عندنا الفوسفور هذه معناها ان نشوف نقاط ضوئيه ويكون عندنا نشوفوا نقطه عتمه ايضا وتكبر هذيك النقطه السوداء وي سكوفوم دونك هادو من اللي يدلوا على خطوره لا كريز تاع الاخر تاع الشقيقه الان نروحوا للاسباب الاسباب اللي هي كما سبق وذكرت انها كامنه غير معروفه لكن هناك عوامل اللي تؤدي الى ظهور نوبات الشقيقه اهم عامل اللي هو العامل الوراثي دونك الانسان تكون عنده ان بري ديسبوزيسيون جينيتال او من عند يزيد بها شغل مهيئ وراثيا باش يصاب بشقيقه دونك تكون في العائله تاعو كاينه ما يسمى بلاميغران فاميليال دونك الشقيقه العائليه هذا يكون عرضة أكثر الإصابة بنوبات الشقيقة. العام عندكم إكرام هذه؟ عندنا. وأنا ورثتها. كي شفتك تهضري بتفاصيل؟ عم تكون في العائلة سواء عند الأب الأم وحتى الأعمام الأخوال. دونك أنا مرت عمي كانت الله يرحمها معصبة راسها دايما كل ما نروحوا ليها للدار معصبة راسها تقول لك عندي شقيقة. أنا الأم تاعي عندها لكن كي تشوفني أنايا تجيني الآن تقول لي أنا كي كنت صغيرة ما كانتش تجيني حتى كبرت باش ولات تجيني. نعم دونك جاتها بيزار كاش أنا صغيرة نعم حتى الظهور تاع النوبات هذه يختلف من سن إلى سن من شخص إلى شخص من نتيجة العوامل هذه العوامل الثانية بعد العوامل الوراثية هي العوامل الفيزيائية نتيجة الجهد الكبير الإجهاد التعب لافاتيك الستريس حتى لو غران جوا زعما الفرحة الكثيرة ممكن تكون سبب في ظهور نوبة شقيقة نعم واحد كيفرح بزاف يسميوها الأحاسيس المفرطة نعم الضوء تاع التليفون كيقعد بزاف الواحد في الضوء تاع التليفون ويسهر معاه اسكو تقدر اكزاكتومون هذا ياتي بعد العوامل الفيزيائية العوامل الحسية نسميوها العوامل الحسية هي لما نتعرضوا لمصدر تاع الضوء ساطع الانسان في الليل لما يطفي الضوء تاع الشومبرة تاعو ويكون في بلاصة عاتمة ويكون مصدر تاع الهاتف يكون مصدر للضوء الساطع ولا التلفازة
يساهم في ظهور نوبة شقيقة لديه. أيضا بعد العوامل الحسية نمر للعوامل، أهم عوامل اللي هي العوامل البيئية والعوامل الغذائية. العوامل البيئية تتعلق بحالة الطقس، كاين فئة من الناس البرودة الشديدة ديكلونشي لهم نوبة تاع شقيقة، نقولوا ميغران ديكلونشي بار لو فروا، وكاين فئة أخرى من الناس العكس، الحرارة الشديدة هي اللي ديكلونشي لهم. كاين أيضا نرجعوا للحسية دكتور. نعم. بما أنه عندها علاقة بالبصر، قلت أنه يكون فيه ألم على مستوى العين، اللي عندهم مشاكل في البصر، نقص بصر مثلا. نعم. وما يرتديوش نظارات، يكون سبب من أسباب شقيقة؟ نعم بطبيعة الحال يدخل ضمن العوامل الحسية اللي تأثر، لأنه يكون عندهم مشكل في مستوى العين يؤدي إلى استقبال كمية كبيرة من الضوء، ولا سوء أو نقص أو ضعف الرؤية أيضا يؤدي إلى حدوث نوبة صداع لديهم. نعم هذه ضمن العوامل الحسية. لما نمر الآن العوامل الغذائية اللي الناس كامل يعرفوها، ما كاش تظن واحد ما يعرفش، يقول لك كليت ماكلة فلانية راسي بدا يوجع، شقيقة دارت لي. العوامل الغذائية صنفتها إلى ثلاث عوامل. أهم عامل هو استهلاك بعض المواد الغذائية اللي هما الكحول، التدخين، أيضا الصيام. حاجة باردة يكون صايم، حاجة باردة، لاكريم، ليغلاس. نعم ليغلاس، هذو ما تدخل ممكن ضمن العوامل الحسية، لكن العوامل الغذائية تتعلق عن المكونات اللي موجودة في الأغذية. تركيبة الغذاء. تركيبة الغذاء، وأيضا اللي زابي شو نديرهم مثلا الصيام. العادة السيئة. لما اكزاكتومون العادات السيئة، لما الإنسان يكون صايم او الوجبات تاعو تكون غير منتظمه، ياكل الصباح ومن بعد ما يزيدش ياكل حتى العشيه، ما يفطرش، دونك هذا يؤدي الى هبوط في السكر لديه، نسبه السكر في الدم، دونك ليبوغليسيمي، هذه تؤدي الى حدوث او ظهور نوبه شقيقه. صح، اول يوم صيام الكل يعاني من المرض. في رمضان اول يوم صيام شوفوا كامل عندهم صداع شديد في راسهم، نقول لك راسه صداع، هذا ناتج عن الهبوط نسبه السكر في الدم، وايضا عن نسميوه لو سوفراج كافيينيك، دونك كي نحبسوا الكافيين. الواحد كي يكون موالف يشرب القهوه في وقت معين ويجي نهار ما يشربش في ذاك الوقت، دونك يحبس الكافيين، هذا السوفراج او التوقف عن شرب الكافيين يؤدي الى ظهور نوبه الصداع لديه. ايضا هناك عامل اخر هو الوجبات كي ما تكونش منظمه كذلك، وهناك عامل اخر هو البدانه، لما ناكلوا بشكل مفرط وايضا ونزيدوا في السمنه الشخص البدين، هذه النوبات الشقيقه او الصداع لديه تكون اكثر من عند الشخص العادي اللي يكون ماجر شويه وناقص في الميزان. يعني اللي ضعيف ما يعانيش بزاف من هذا المشكل، من نوبات الشقيقه، لانه السمنه تزيد بمعدل حدوث نوبه الصداع. كاين عوامل اخرى، منها عوامل مرضيه، الانسان يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم، وكاين بعض الامراض اللي كريز ديبيليبسي، دونك لا كريز هذاك اللي يطول المفتاح وكامل، دونك هذو تؤدي الى ظهور شقيقه. فيما يخص برك العلاج دكتور، كاين اللي تحكمهم شقيقه يروحوا يشروا ادويه اللي يعني نقولوا تحبس هذاك الالم مسكنه مؤقته. هذاك الدواء يقدر فيما بعد ما يزيدش يدير ليفي تاعو، ولا يقعد يحبس لهم دائما هذاك الالم. شكرا على السؤال اللي جاء في محله وفي وقته، خاصه لاني كنت احنا نتطرق للموضوع. برافو اكرام انك طلعت على اثر، لانه الناس كي تجيها على كريز تاع شقيقه واش دير؟ تروح تدي الادويه، دونك تدي الادويه بدون استشاره الطبيب، هذا باراسيتامول، هذا ايبيبروتان، هذا تشرب مضادات الالتهاب غير ستيرويديه، دونك هذاك الادويه جهلا منه انه هي ممكن هي اللي تسبب شقيقه بشكل مزمن، ظهور نوبات وتزيد في النوبات. وكاين اللي يولي مدمن على تلك الادويه. يولي مدمن، يولي كي ما يشربش هذيك الادويه نفس الشيء، سوفراج تاع الكافيين، يولي كي ما يشربش باراسيتامول ولا ما يشربش ايبيبروفان ولا تحدث لديه نوبه او نوبه تاع شقيقه. دونك ايضا كاين ناس يدي باراسيتامول ما يحبسلوش السطر، يزيد يدي مضادات الالتهاب، لازم يحبس السطر، يدي نوع اخر من الادويه ما نذكرش، كوكتيل من الادويه، الاشعار الادويه. نعم يدي كوكتيل تاع ادويه جهلا منه انه كاين ما يسمى بالتداخلات الدوائيه، لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز، اللي ممكن هذوك التداخلات الدوائيه تسبب نوبات شقيقه اكثر من اللي راهي عنده، واحد تؤدي الى صعوبه العلاج تاعو. دونك الانسان كاين فترات اللي لازم فيها يكونسلتي طبيب، دونك ما يروحش يشرب الدواء ديراكتومون، كاين امور لازم يقوم بها، اذا ما مدتش ريزولتا وما مدتش نتيجه، نوضحها هذه الامور الان في نقاط، اذا ما مدتش النتيجه يروح للطبيب، ويقتاش كيكون الصداع شديد جدا ويكون عنده
مشاكل بصريه، مشاكل حسيه، يحس بمخدر موضعيا، ما يقدرش يهدر ايضا. اكزاكتومون هنا لازم يروح يكونسلتي، لازم الطبيب هو اللي يقدم له العلاج، وحتى العلاج الدوائي اللي يقدمه الطبيب في بعض الحالات ما نقولش يفشل لكن ما يمدش نتيجه. هنا تستدعي في بعض الحالات التدخل الجراحي لتخفيف الضغط، ندخلوا جراحيا باش نخفوا الضغط على بعض الاعصاب في المخ باش نقصوا ذاك الضغط ويكون الانسان يزيد هذه النوبات. ربطتها بدرجه الحراره منذ قليل، تحدثت على البرد والحراره وغيره. كاين بعض الناس اللي كيمشي بالحفه ما يلبسش تقاشر اكرمكم الله ولا بلغه، يحس بالالم في الراس. واش علاقه البروده ولا البرد مع الالم؟ كما ذكرت انه هناك عوامل حسيه هي اللي تكون سبب في ظهور نوبات صداع نصفي لدى الانسان. كاين اللي البروده الشديده او انخفاض درجه حراره الطقس هي تؤدي ايضا الى ظهور نوبه الصداع لديه. دونك لما نتكلموا على العلاج باش الانسان شقيقه باش نعرفوا ما عندهاش علاج. ما كاش علاج ما عندهاش، هي مرض مزمن. العلاج يكمن نسميوه ان صح التعبير ان تريتمون بريفونتيف، دونك يكون علاج وقائي، دونك يقينا من حدوث النوبات. واش يدير؟ ينقص من لا فريكونس تاعها ويباعد بيناتها. في عوضة في خلال شهر تحدث ثلاث نوبات يؤدي في الشهر تظهر لنا نوبة واحدة. خلال الموسم إذا ظهرت لنا أربع نوبات يؤدي ظهور نوبة واحدة خلال الموسم، وربما ما تحدثش كامل، دونك يباعد بين النوبات وينقص من لا فريكونس تاعها. العلاج هذا يرتكز بالأساس على تجنب العوامل اللي راح ديكلونشيناها شقيقة، لانه كما يقال يعني نقضيو على الاسباب. فوالا، الانسان هو طبيب نفسه، يعني انا كطبيب ما نقدرش نعرف انه انت كشخص انت الاخ لطفي عندك عامل ما هو اللي اثر على اللي ديكلونشي لك الشقيقه عندك. انت تعرف لما تتناول بار اكزومبل مكسرات خاصه نواه كاجو او الاجبان مثل الموزاريلا او كبد الدجاج، كل هذه الاغذيه اللي ذكرتها الان تحتوي على ماده تسمى التيرامين. هذه التيرامين هي السبب الرئيسي باش ديكلونشينا ينكخيل تاع الشقيقه. نعم، دونك كبد الدجاج كبد الدجاج نواه كاجو والاجبان خاصه الموزاريلا. دونك هادو يعني يتفاداوهم الناس اللي يعانيوا من مشكل الشقيقه، يتفاداوهم الناس اللي تعاني من الشقيقه. من الافضل يتفاداوا تناول كبد الدجاج، المكسرات بشكل عام خاصه نواه كاجو، وايضا الاجبان خاصه موزاريلا، لانه هذا والشوكولا ايضا. نعم، لذه الحياه بلا ما ننساو الشوكولا. ما حبيتش الشوكولا ثاني، الشوكولا ثاني. نعم، كاين فئه من الناس الشوكولا هي تكون سبب في ظهور نوبات الشقيقه لديهم، ياكل شوكولا راسو يبدا يصدر ما يحبسش. فيما يخص ثاني التدليك الدكتور يقول لك اللي نديروا وزن مع زيت الزيتون وندلكوا الجهه اللي توجعنا شقيقه، اسكو سي ايفيكاس ولا لا؟ هي تدخل ضمن العادات اللي ممكن تخفف من الالام لكن ما تقضيش عليها تماما، لان ولا البطاطا. البطاطا نحطوها في راسنا. هي هذه تدخل في البطاطا يقسموها يديروا طرونشه هنا طرونشه هنا ويصغروا. هذيك تدخل ضمن العامل النفسي، شغل الاف بي بلاسيبو، الانسان يخدع روحه يقول لك ندير البطاطا تحبس الشقيقه، وممكن صح تحبس الاول، ليس لانه البطاطا هي اللي نفعته لكن نفسيا هو مقتنع بلي البطاطا تداوي. لو كان واحد اخر يجيب حجره يربطها في راسه ما عندوش علاقه مع النشا، ما عندوش علاقه مع النشا، ما عندوش علاقه ابدا. انا كنت سقسيت وحده من العائلتين اللي تدير بزاف دائما يوميا تحط، قلت لها واش فايده من هذا؟ قالت لي البطاطا تمتص الرطوبه بتفسيرها هي. نعم، هي فسرت انه سبب فسرت انه الرطوبه للداخل. نعم، وتخليني نرتاح. هي الاسباب تبقى لحد الان اسباب العلميه والطبيه تبقى مجهوله كامنه غير معروفه. كما ذكرت كاين عوامل اللي لازم نفيتيهم باش نعالجوا وباش نخفوا من حدوث النوبات وباش نقصوا من عددها، من بينها انه الانسان كاين كما ذكرنا في البدايه ذكرت الاخت اكرام، كاين مؤشرات تدل بلي حدث لنا شقيقه هي لا فاتيك. واحد يحس روحه عيان، يحس رقبته توجع بزاف، دونك يعرف بلي راه حتجيه انكريز تاع شقيقه. واش يدير؟ لازم مباشره يروح يطفي الضوء تاع لا شومبر ويقعد يروبوزي، يشرب الماء بزاف، النوم الكثير، ينظم الوجبات تاعو، لانه هذو العوامل تسبق حدوث النوبه بساعتين الى غايه 8 ساعات. دونك يرقد مليح،
يشرب الماء بزاف، يفيتي الماكلة المنبهات قبل النوم والوجبات الدسمة قبل ما يرقد لأنها تأثر على النوم. الإنسان لما ما يرقدش بزاف يكون عنده اضطراب النوم، هذا عامل من عوامل ظهور نوبات الصداع أيضا. ربما سبب عدم وجود علاج طبي هو اللي يخلي الناس يروحوا للطب البديل. نعم، كاين تداوي بالإبر، كاين اللي يقول لك نروح نقطع عنها، كاين اللي نعم الطب البديل فتاوى في هذا الموضوع. إن كنت أنا أنصح بالطب البديل فلا أنصح بشيء غير الحجامة، لأن الحجامة هي المفيدة لهذه الحالات. لكن بعد ما نشوفوا نتبعوا النصائح اللي نذكر فيهم أنه الإنسان يروح يرقد بشكل منتظم، يتناول يعني أيضا كمية كبيرة من الماء، يتبع النصائح هذو ثم يلجأ للطب البديل من خلال الشرطة المحتم فيها شفاء كبير من حالات الحجامة، تخفف من نوبات ومن حدتها. أيضا الإنسان يتجنب الأدوية اللي ممكن هي تحتوي حتى على الكافيين. كاين بعض الادويه يقول لك شربت، ما نذكرش الاسم تاع الدواء، لكن هناك بعض الادويه اللي تحتوي على الباراسيتامول وتحتوي على الكافيين. ممكن الكافيين هي ممكن تكون ديكلونشي لا كريس تاع الميغرين عنده، دونك هو يشربها بهدف تخفف عليه حتى تولي تزيد عليه. وكاين ناس يشربوا قهوه يقول لك انا خصني قهوه باش تروح لي ممكن تزيد عليه، ومن بعد يجي يقول لك شربت قهوه وزاد عليه يستر، دونك يجيك من المستشفى في حاله الكافيين يزيد. كاين عند بعض الناس دونك كما سبق وذكرت انه الانسان طبيب نفسه لما يتناول كافيين ويشوف الصداع زاد عليه يعرف اللي هي السبب اللي يديكلونشي شقيقه. لما ياكل شوكولا وديكلونشي، كاين شخصين عندهم شقيقه، واحد ياكل شوكولا ديكلونشي له كريز دو ميغران، كاين واحد ياكل شوكولا من الاول. انت تحب شوكولا ولا ما تحبش شوكولا؟ انا شغل نورمال. احنا حبينا حضورك معنا، احنا حبينا حضورك معنا دكتور، يعطيك الصحه، نورتنا بحضورك. شكرا لك، نستفادوا من خلال كل التوصيات اللي تفيد من خلال احلى جمهور. شكرا لك، شكرا على الدعوه وعلى الاستضافه، وشكرا على الموضوع، اختيار الموضوع هذا اللي كان مفيد جدا للناس. ان شاء الله يكونوا نعرفوا يفرقوا بين الصداع العادي وحاله الشقيقه، ومتى اللي لازم يزوروا طبيب، واش لازم يديروا، واش لازم يتفاداوا. شكرا لك. اذا نتمنى انه اجبنا عن كل انشغالاتكم مشاهدينا حول هذا الموضوع. تساؤلات أخرى في عالم الفن والثقافة راح تلقى